الزمالك ينظر نحو تاريخه الأفريقي الكبير في مواجهة الأمل الأخير أمام الترجي التونسي. بعد ساعات هيلتقي الزمالك فريق الترجي في مباراة لا تحتمل سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعديل موقف الفريق في مجموعته بدوري الأبطال. كل اللي محتاجه الزمالك أنه يستعيد أمجاد الماضي، مش الماضي البعيد، احنا بنتكلم عن الماضي القريب، زمالك الموسم الماضي بنفس المدرب وبأغلب اللاعبين. الترجي متصدر المجموعة وفريق كبير طبعا، بس الزمالك لازم يدخل المباراة وهو عارف انه كبير بالاسم ايضا وبالامكانيات. كل اللي محتاجه الزمالك في المواجهة تكاتف الجميع، جهاز فني، لاعبين، وطبعا جماهير، وان شاء الله خير. يا اهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. مواجهة في منتهى الأهمية تنتظر الزمالك بعد ساعات إن شاء الله في 9 من مساء غد بإذن الله. مواجهة كبيرة، مواجهة مهمة، مواجهة زي ما بيقولوا كده إيه، المهمة المستحيلة. مش مستحيلة إنه الزمالك ما يقدرش يكسب الترجي، ولكن هي عشان مهمة بقت صعبة جدا. بس الزمالك يقدر؟ يقدر. الزمالك عمل المهمة المستحيلة دي الموسم اللي فات بامتياز. كانت مهمة مستحيلة أكبر بكتير من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. كان صعب جدا الزمالك يكسب الدوري، كان صعب جدا يكسب الكاس، عشان الظروف اللي كان فيها نادي الزمالك، اللي هي بالمناسبة في رأيي أكيد أصعب بكتير من أي ظروف ممكن يتعرض لها الزمالك دلوقتي. أنت بتتكلم زمالك الموسم الماضي، أنا بفكر بس الجماهير وبفكر نادي الزمالك، إن الموسم الماضي إصابات بالجملة، إيقاف قيد لاعبين مهمين رحلوا عن الفريق، ورغم كده الزمالك كسب دوري وكسب كاس. ده بجانب طبعا ان بدايه الزمالك الموسم الماضي ما كانتش تبين ابدا ان الزمالك هيكسب دوري، والدليل لو تتذكر انت كمشجع للزمالك كنت بتقول يعني لو الزمالك خد مركز يأهله لبطوله افريقيا في الدوري يبقى حلو جدا. الوضع كان صعب جدا في بدايه الموسم، ورغم كده الزمالك فاز بالدوري وفاز بالكاس. بكل الظروف الصعبة الممكنة اللي عاشها الزمالك الموسم الماضي عمل الإنجاز. إحنا بقى مستنيين نشوف بكرة الزمالك النسخة دي. يعني إيه؟ يعني السنة اللي فاتت الجماهير ما كانتش متوقعة إن الزمالك يروح لبعيد وراح. بكرة في كتير متشائمين، فإن شاء الله الزمالك يقول لأ ما تتشائموش، أنا موجود، أنا عندي لعيبة مهمين، أنا عندي لعيبة دولية، أنا الزمالك الاسم الكبير. لو الترجي اسم كبير ومهم في القارة الأفريقية وفي تونس، فأنا أيضا الزمالك. فالزمالك بكرة لازم يلعب باسمه، لازم اللاعبين اللي هيلعبوا بكرة يبقوا فاهمين إن هم لابسين تيشيرت الزمالك. أنا عارف إنه الكلام ده ممكن يبقى كليشيهات شوية، بس أدينا بنسمع بعض. الزمالك بكرة عنده مهمة كبيرة للكرة المصرية، مش بس الزمالك. لو سمحت يا لاعب نادي الزمالك، لو كنت سمعت دلوقتي أو هتسمع أو حد هيقولك أو حد هينقلك مشاعر الناس اللي بتشتغل في الإعلام، مشاعر جماهير نادي الزمالك العريضة، العب لو سمحت، لو سمحت بقيمة واسم نادي الزمالك في مواجهة الغد. لا تيجي تقول لي أصل ظروف، أصل مستحقات، أصل إدارة، أصل مدرب، ما كل ده حطه على جنب بقى. حتى لو ليك حق في بعض الأمور حطها برضو على جنب، ده لو فرضا ليك حق في بعض الأمور حطها برضو على جنب، وركز بقى، ركز وافرح وافخر ان انت برضو لابس تيشيرت نادي الزمالك. فمش كتير لعيبة في مصر تعرف تلبس تيشيرت لنادي الزمالك والنادي الأهلي، فانت خليك فخور ودي بقيمة التيشيرت، ادي من مجهود ومستوى واداء وروح وحماس بقيمه تيشيرت نادي الزمالك. وكل التوفيق ان شاء الله للزمالك في مواجهه الترجي ان شاء الله الساعه 9 مساء في دوري ابطال افريقيا. مين بقى قائمه نادي الزمالك الابطال باذن الله اللي هيعملوا بكره مباراه كبيره؟ تعالوا نشوف. هيكون في حراسه المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم، في خط الدفاع حمزه المسلوسي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني ومحمود شبانه، حسام عبد المجيد ومحمد طارق واحمد فتوح، وفي خط الوسط محمد اشرف روعه وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله نيمار وسيف جعفر واحمد مصطفى زيزو،
ومصطفى شلبي واحمد بالحاج وابراهيم نضاي. في خط الهجوم هيبقى فيه سيف الدين الجزيري وناصر منسي ويوسف اسامه نبيه وسامسون اكينول. القائمه شهدت غياب كل من محمد عبد الشافي وعمر جابر للاصابه، ومصطفى الزناري وشيكابالا لعدم الجاهزيه الفنيه، وعبد الله جمعه لاسباب فنيه. ماشي. طيب مين بقى التشكيل المتوقع ان شاء الله اللي هيلعب قدام الترجي التونسي؟ التشكيل هيكون كالتالي: في حراسه المرمى هيلعب محمد صبحي، في خط الدفاع حمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد واحمد فتوح، وفي وسط الملعب رؤى ودونجا ومعاهم سيف جعفر، والثلاثي الهجومي هيبقى زيزو وسيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي. نتمنى لهذه التشكيله اللي في الاغلب هي اللي هتبدا مباراه الترجي كل التوفيق باذن الله. يعني باذن الله. طيب الاهم تركيز ثم التركيز ثم التركيز، ولازم الثقه. الثقه تبقى واثق، تبقى واثق وعارف ان انت نادي الزمالك، انت لاعب نادي الزمالك بس. مش بس الناس عماله تقول ايه لا لا الترجي اقوى بكتير، لا لا الترجي بكره هيكسب الزمالك، لا لا لا، عيب يا جماعه، عيب. وعجبني جدا تصريحات كابتن نبيل معلول النهارده المدير الفني للترجي، اللي قال كده، قال انه حتى لو الزمالك نتائجه في الفتره اللي فاتت ما كانتش جيده، بس الزمالك نادي كبير، فريق كبير ولاعيبته كبيره، فانت بكره ما تخشش المباراه وانت حاطط في دماغك النتائج اللي فاتت دي، لا، اكنك بادئ صفحه جديده بكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الزمالك هيبدا الموسم بتاعه بكره. وبالمناسبه يعني الزمالك لو كسب الترجي بكره في امور كثيره هتختلف: ثقه وعوده مره اخرى في البطوله الافريقيه، ثقه في البطوله المحليه، الحال هيختلف، الحال هيختلف. المهم انك تبقى مركز. بكره جمهور نادي الزمالك عليه دور كبير جدا جدا. دي مباراه صعبه؟ طبعا مباراه صعبه. انا طبعا مش بنصح جمهور الزمالك، اللي هو اكتر حاجه في منظومه نادي الزمالك ثابته المستوى، يعني كل حاجه بتتغير في الزمالك الا الجمهور نادي الزمالك دايما ثابت في المستوى، دايما داعم، دايما واقف جنب فريقه في السراء والضراء طول الوقت، معروف عن جمهور الزمالك كده. بكره ساند وشجع وادعم وخليك هادي وانت متحمس. شوف غريبه شويه، خليك هادي وانت متحمس، يعني تحمس وشجع فريقك قوي قوي وانده باسم نادي الزمالك وشجع لعيبتك، بس ما تغضبش بسرعه. المباراة 90 دقيقة وأكتر بالوقت الضايع، اصبر. هدف واحد يرجع الزمالك، ممكن الزمالك يلعب مباراة إن شاء الله من الدقيقة الأولى يلعب مباراة عظيمة، بس ممكن يلعب مباراة كلها مش جيدة بس النتيجة 0-0. استنى للحظة الأخيرة وهيتعادل وهيسجل هدف ويفوز إن شاء الله. طيب. النهاردة أقيمت كرة البطولة العربية للأندية. هبدا مع حضراتكم بقرعه الدور الاول، وهنيجي بقى للزمالك ومواجهه النصر وكريستيانو، هنتكلم عنها شويه، بس تعالوا نمشي واحده واحده. يعني كره الدور الاول في البطوله العربيه: الجيش الملكي المغربي في مواجهه الاتحاد الليبي، والبرج اللبناني في مواجهه الوحده الاماراتي، المريخ السوداني في مواجهه تشرين السوري، والشباب السعودي امام القوى الجويه العراقي، والهلال السوداني امام المنامه البحريني، الصفاقسي التونسي امام قطر القطري، وطلائع الجيش المصري امام اهل طرابلس الليبي. والنهضة العماني هيواجه الشباب الخليل الفلسطيني، وفحمان العماني هيواجه الاتحاد المنستيري التونسي، والمحرك البحريني هيواجه السيب العماني، ونوازيبو الموريتاني هيواجه الشباب الأردن الأردني، والكويت الكويتي هيواجه شبيبة الثورة الجزائري. أيضا دي قرعة بقى دور المجموعات، دي بقى المرحلة النهائية. انتوا عارفين الدور الأول ده هيطلع منه منتخبات تلعب في المرحلة النهائية دي المرحلة النهائية اللي هتقام في السعودية. المجموعة الأولى فيها الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، والشرطة العراقي، والمتأهل من الهلال السوداني، والمنامة البحريني، والصفاقسي التونسي، وقطر القطري. يعني هيبقى فيها الترجي والاتحاد والشرطة، دول الأساسيين، والأربع فرق ده اللي هيخش منهم واحد من تصفيات قرعة الدور الأول. المجموعة الثانية:
الوداد المغربي مع الهلال السعودي والسد القطري، دي مجموعة نارية نارية. نتمنى طلاع الجيش يصعد طبعا، بس طلاع الجيش لما هيصعد هيخش مجموعة نارية جدا. طلاع الجيش، أهلي طرابلس الليبي، النهضة العماني، شباب الخليل الفلسطيني، هيبقى واحد منهم مع الوداد والهلال والسد القطري. المجموعة الثالثة، الزمالك المصري في مواجهة نصر كريستيانو رونالدو النصر السعودي، وأيضا المتأهل من المريخ السوداني تشرين السوري، الشباب السعودي، القوى الجوية العراقي، أقوى طبعا الفرق في الأسماء دي الشباب السعودي، وأيضا المتأهل من فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرك البحريني والسيب العماني، وبرضو أقوى الفرق الاتحاد المنستيري. يعني متوقع المجموعة دي يبقى فيها الزمالك والنصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي، وأيضا هتبقى مجموعة قوية جدا جدا جدا. المجموعة الرابعة، الرجاء المغربي مع شباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي والبرج اللبناني والوحدة الإماراتي، وأيضا المتأهل من نوازيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني والكويت الكويتي وشبيبة الثورة الجزائري. طيب دي القرعة. طيب معانا عبر سكايب الآن واحد من المدربين الأجانب المهمين جدا اللي جم في الكرة المصرية، سواء على مستوى منتخب مصر أو على مستوى نادي الزمالك، الهولندي رود كرول، المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب مصر. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا لك. بداية نحمل لك الكثير من الذكريات السعيدة والطيبة، ماذا تتذكر من ذكريات ليك أيضا في مصر وأنت واحد من المدربين الكبار اللي مروا على مصر؟ طبعا ذكرياتي السعيدة الأولى هو المنتخب الأولمبي، وصنعنا العديد من اللاعبين الشباب ذو الجودة العالية، وشققنا لهم الطريق في جمهورية مصر العربية من المنتخب الأولمبي إلى المنتخب الأول، ولحقنا بفترة من الإعداد في شهر رمضان، وبعد ذلك التحقت بتدريب نادي الزمالك، وبعدين لقد شاركنا في العديد من البطولات مع نادي الزمالك المصري. وتذكر الذكريات السعيدة في مصر ونادي الزمالك خصيصا. غدا إن شاء الله هيكون في مواجهة بين نادي الزمالك ونادي الترجي، والفريقين قمت بتدريبهم من قبل، كيف تتوقع هذه المواجهة؟ المواجهة بالنسبة لنادي الزمالك هي مواجهة حاسمة للبقاء في البطولة الأفريقية. لو لم أكن خاطئا كانت أول مباراة تجمعني مع الترجي والزمالك كانت 2-0، وكان لدينا كان ماتشا مصيريا وماتشا هاما للزمالك ان نحرز الثلاث نقاط في المجموعه. بمناسبه المنتخب الاولمبي، اسالك سؤال، وبصفتك خبير كبير في كره القدم، هل اختلفت المواهب الشابه في عصرك عن المواهب الشابه الان؟ هل قلت المواهب الشابه؟ نحن كمنتخب مصر في الفتره الاخيره كان في خروج صعب شويه من بطوله افريقيا للشباب بشكل مبكر على ارض مصر، هل المواهب قلت بشكل كبير في القاره الافريقيه او في مصر، ولا المواهب ما قلتش وهي ليها علاقه بس بالشغل الفني مع اللاعبين؟ طبعا مصر فقدت ميزتها ومكانتها في الكره الافريقيه حديثا. السبب الأول، لما أتحدث عن القارة الأفريقية، نحن نرى كيف تأثر المنتخب المصري الوطني
وأن اللاعبين المصريين لا يستطيعوا لعب كرة هجومية مثل السابق. لقد فقدنا ميزة اللعب الهجومي حتى في منتخب الشباب المنتخب الأولمبي وعلى صعيد المنتخب الوطني. نرى أنه قد حقق المنتخب المصري أداء هزيلا في الشق الهجومي أخيرا. لقد خسرنا من نيجيريا من فريق مثل نيجيريا، وبعد ذلك خسرنا في العديد من المناسبات في أفريقيا وافتقدنا التوازن. نعلم أن الكرة الإفريقية اجتهدت وعملت بجد من أجل تطوير الكرة، ولكن الكرة المصرية قد فقدت مواهبها وميزتها مثل لاعبين كبار زي أحمد حسن، مدحت عبد الهادي، الحضري، لعيبة كانوا على أعلى مستوى، لعيبة بذلت قصارى جهدها من أجل فريق المصري لكرة القدم. تفسيرك إيه؟ يعني تفسيرك لده إيه؟ تفسيرك المهني إيه؟ يعني ليه نفقد بعض المواهب؟ هل دي حاجة مش بإيدنا، ولا إحنا ممكن نشتغل إنه يخرج مواهب عديدة أكثر من ذلك؟ يعني المفروض نعمل إيه؟ للأسف لا أعرف حقيقة التطوير في الكرة المصرية أخيرا، ولكن على سبيل المثال الأكبر اللعيبة المصريين في الوقت الحالي هو محمد صلاح، ولدينا محمد النني في وسط ميدان أرسنال الإنجليزي. نعم، هما المثالان الوحيدان للعيبة الأعلى مستوى في إفريقيا الذين التحقوا بالكرة الأوروبية والإنجليزية أخيرا. طيب، بمناسبة محمد صلاح، للعيبة المصريين نفتقد التوفيق ونفتقد التطوير في الكرة المصرية خصيصا على الصعيد الشباب واللعيبة الصغير السن. بمناسبة محمد صلاح، كيف شاهدت هذه المواجهة الكبيرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد أمس وخسارة مواطنك الهولندي تين هاج مع مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة؟ هي للأسف كانت خسارة فظيعة ومرعبة لمانشستر يونايتد، والذي هو لم نعهد منه هذا الأسلوب من قبل وهذا الأداء. طبعا فريق مانشستر يونايتد كان على مستوى عالي من الفورمة في الماتشات والمباريات السابقة، ولكن في الشوط الأول كانت بوادر الأزمة، حيث أن مانشستر يونايتد لم يلعب كند قوي لليفربول، ولكن ترى فرق كبير مع تين هاج عن العام الماضي. نعلم أن الكرة الإنجليزية خصوصا الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن سهلا لأي مدرب للتأقلم، وخصوصا في خسارة العديد من الألقاب لمانشستر يونايتد، وهو في أخير الوقت قد فاز بكأس الكاراباو. رأيك فيما يقدمه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وهو يحتل الآن قائمة هدافي ليفربول على مر التاريخ في البريمير ليج؟ مستوى رائع جدا لصلاح. حتى صلاح في بعض الأوقات كان لديه موسما لم يكن بالجيد، أو كان لم يكن بالشكل الجيد والمردود الجيد في صعيد الموسم الحالي، ولكن هو بذل قصارى جهده وأثبت قدراته، أنه أحرز تلك الأهداف الرائعة، وأنه كم كان سعيدا بعد إحرازه الهدف الثاني وتخطى الهداف التاريخي لليفربول. وكم ترى من جسده الرائع، وكم ترى العمل الشاق الذي مر به صلاح لكي يثبت قدراته وذاته في ليفربول. لو رجعنا بالذاكرة شوية وافتكرنا الجيل العظيم اللي انت كنت بتشتغل فيه مع المنتخب الأولمبي، مين من اللاعبين اللي كان ممكن يعمل مسيرة زي مسيرة محمد صلاح ولم يتمكن؟ كان هنالك حفنة أو بضعة لاعبين كانوا جيدين بالطبع،
حازم إمام كان في فورمة عالية. طبعا هنالك أحمد حسن كان أعلى مستوى في الشق وسط الميدان. نرى أنه كان هنالك لعيبة على صعيد المستوى الدفاعي. طبعا كان لدينا لاعبين عديدين جيدي المستوى ذو جودة عالية، ولكن لا أتذكر بالتحديد خلال الفترة التي دربت فيها نادي الزمالك أو حتى النادي، ولكن إذا نظرنا كانت الرؤية في ذلك الوقت كانت مثل على سبيل المثال لاعب مثل الحضري التي كان تطور من الدوري القسم الثاني في مصر حتى صعد ولعب في أعظم الأندية في الدوري الممتاز. نعم لدينا أحمد حسن في وسط الدفاع، لدينا لعيبة من النادي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية التي أثبتوا قدراتهم وشاركوا في المقاولين العرب. لدينا لاعبين على أعلى مستوى. أنا كنت أقوم ببذل أقصى جهدي مع اللاعبين المصريين، وكنت أسافر للعديد من المنافسات ونحاول التدوير بين اللاعبين للحصول على أعلى جودة. الهولندي رود كرول المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه المشاركة معنا، واحد من المدربين الكبار اللي جم في تاريخ الكرة المصرية، اسم كبير ورائع جدا على فكرة، من الأسماء الكبيرة القليلة في الأجانب. الراجل كان بيشتغل مع أياكس اللي جم في الكرة المصرية، رود كرول طبعا رائع. طيب نروح لأخبارنا النهاردة، ومارس الكرة المدير الفني للنادي الأهلي عقد جلسة مع لاعبي النادي الأهلي على هامش المران الجماعي، واتكلم معاهم عن التشكيل اللي هيخوض بيه مباراة المقاولة العرب، وقال لهم إن مفيش عنده تشكيلة احتياطية وأخرى أساسية، وقال إن اللعيبة اللي هتلعب مباراة المقاولون العرب هتكون بنفس الأهمية عنده للعيبة اللي هتلعب قدام صن داونز. قال لهم إن اللعيبة، قال للعيبة يعني إن المباراتين عنده بنفس الأهمية سواء مباراة المقاولين أو مباراة صن داونز، عشان هو دايما بيعمل روتيشن، فلو قعد حد عشان يلعب مباراة صن داونز ده مش معناه أبدا إن هو شايف إن اللاعب مباراة المقاولين أقل منه، مفيش الكلام ده، وده واضح يعني مش محتاج مارسي كولر المفروض يقول للاعبين الكلام ده، بس هو زيادة تأكيد يعني. طيب مارسي كولر أيضا وكابتن سامي عبد الحفيظ عقدوا جلسة مع الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسي الجديد للفريق. الجلسة كان فيها كلام كتير عن كيفية تجهيز اللاعبين نفسيا قبل المواجهات اللي جاية، وكان في نقطة مهمة جدا اتكلم عنها كولر. كولر قال لي الطبيب النفسي للنادي الاهلي ان في لعيبه كتير جدا في الفريق بتتاثر بمواقع التواصل الاجتماعي والهجوم اللي بيحصل عليهم من الجماهير، وكولر طلب من الدكتور ابو الوفا انه يعمل حاجز نفسي او عزل نفسي للاعبين مع مواقع التواصل، وانه يعلمهم ازاي يتعاملوا بتوازن وعقلانيه مع هجوم الجماهير، وده شيء محترم جدا وكويس ان مارسيل كولر شايف الامر دوت، وقال له كمان ان هم لازم يكون عندهم رد فعل هادئ ومتزن في اي حاجه بتتنشر عنهم على السوشيال ميديا. ده كلام محترم، ده كلام محترم، وعندنا جزء في الحلقه كبير جدا عن الحكايه دي النهارده، خليكم بس معانا. الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقياده البرتغالي روي فيتوريا اعلن القائمه الاوليه للاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس المقرر انطلاقه في الفتره من يوم 20 إلى 28 من الشهر الحالي، وهيتخلله مباراتي ملاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار. المحترفين اللي اختارهم فيتوريا محمد صلاح طبعا، وأحمد حجازي، وأحمد حسن كوكا، وطارق حامد، وسام مرسي، وأيضا أحمد حمدي، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، وإمام عاشور. دول القائمة، قائمة اللاعبين المحترفين اللي هيبقوا موجودين مع منتخب مصر في المعسكر القادم، معسكر مباراتي ملاوي. طيب مهم انه في الفترة دي لما نيجي بقى نخش على المنتخب نركز شوية مع المنتخب. ليه بقى بقول الكلمتين دول؟ هتقول لي ما لهمش قيمة دلوقتي وما لهمش لازمة، عشان النهارده كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء بقول له ده المنتخب عنده ماتشين في مارس، فقال لي ماتشين في مارس؟
اصدقاء، ده ان اصدقاء عمل يعني، مش اصدقاء قاعدين يعني، اصدقاء في الشغلانه بتاعتنا في مارس. قلت له اه في مارس تصفيات افريقيا، دول الماتشين ملاوي واحنا خسرين ماتش التناسي الاثيوبي. قال لي ايه ده، هي التصفيات دي ما خلصتش؟ ففي بعض الناس بتنسى ان منتخب مصر لسه عايش معانا وبيلعب، وهو ده الاهم، وهو ده اللي احنا بنلف كلنا حواليه يعني. فان شاء الله باذن الله مباراتين في منتهى الاهميه، نكسبهم يخلصونا من دوشه وحاجات كتيره جدا في مجموعه من المفترض ان هي مجموعه سهله، لولا الخساره الغريبه اللي كانت من المنتخب الاثيوبي اللي مش عايزين نتذكرها، كانت الامور كانت هتبقى سهله وبسيطه جدا. بس احنا بنحب الايه، بنحب نعقدها على نفسنا، بس ان شاء الله تتحل مع فيتوريا باذن الله. طيب معايا عبر الهاتف الان واحد من الشخصيات الاداريه المحترمه جدا اللي كسبان بوجوده في المنتخب واحنا كسبانين وجوده في المنتخب، المهندس محمد غرابه مدير منتخب مصر. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل يا كابتن كريم، حضرتك اخبارك ايه؟ كله بخير ربنا يكرمك. الحمد لله حبيبي. يلا طمنا بقى على المعسكر القادم، بدانا العمل وبدانا الشغل، ده الشغل الرسمي بقى بتاع فيتوريا. النهارده اعلنتوا قائمه المحترفين وفيها استبعاد لمحمود تريزيجيه ومحمد النني بسبب الاصابه، استعدادكم لهذا؟ احنا بادئين من بدري يا كابتن كريم، يعني احنا شغالين من لا ما انا عارف انتوا شغالين، انا بتكلم على الشغل بقى خلاص الرسمي بتاع الماتش الرسمي يعني، اول مواجهه رسميه لفيتوريا يعني. اه الحمد لله النهارده بعتنا الكولابس او الاستدعاءات بتاعت المحترفين القائمه المبدئيه او الاوليه، وان شاء الله يوم 17 هتعلن القائمه النهائيه بالنسبه للمحليين والمحترفين باذن الله. المفروض القائمه المحليه هتعلن بعد مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدراليه؟ هي مش بعد يعني، لان هتبقى قريبه جدا، لان 18 و19 هيبقوا ماتشات افريقيا بالنسبه للفيوتشر وبالنسبه للبيراميدز. ان شاء الله يعني في حدود 17 او 18 هتعلن. وهينضموا امتى ان شاء الله؟ يوم 20. كل اللاعبين هينضموا يوم 20 ان شاء الله. اه حسب الظروف اللي لعبوا، لان في ناس بتلعب، المحترفين بتلعب يوم 19 بالليل، فممكن ينضموا الطيران لظروف الطيران والكلام ده كله، ممكن ينضموا 20 بالليل او 21. يعني بشكل او باخر هتبقى 20 او 21 هتبقى ممكن خلال هذه الفترة إن شاء الله هيبقى في منافسات أيضا للمنتخب الأولمبي، هل في تنسيق بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي على اللاعبين؟ اه طبعا طبعا بنوصل كل حاجة الحمد لله، والناس متعاونين جدا معانا في التمرينات يعني. مهتم بالقصة دي في بالنسبة حتى بالنسبة للاعبين يعني، فربنا يوفقهم كمان، هم عندهم ماتشين مهمين جدا جدا. واحنا بندعمهم وربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله. عايز اسمع رايك كعضو مهم في الجهاز الفني للمنتخب المصري وبالنيابه عن المنتخب المصري فيما فعله محمد صلاح امبارح وكسر الرقم القياسي كهداف تاريخي لليفربول في البريمير ليج. لا حاجه، بص انا هقول لك على حاجه يعني يعني شهاده كده يعني، صلاح ربنا يكرمه ويوفقه يعني، حاجه نفتخر بيها كلنا يعني، العالم كله بيفتخر بيه واحنا خاصة كمان بنفتخر بيه. يعني صلاح انجاز للشباب ويدي امل للناس ويدي امل للعيبه الموجوده في مصر ان في احنا نعمل اكتر من كده كمان. صح يعني هنوصل ان شاء الله باذن الله، لو مشينا صح وكتب علميه صح وتدريب صح وكلام ده كله هنوصل وهنعدي كمان. احنا عندنا طاقه مهدره صراحة، يمكن صلاح هو الامل الوحيد للناس كلها في الكوره او في الرياضه عموما. صحيح. طيب انت كنت هتقول في بدايه كلامك شهاده، وده كان هيبقى سؤال بعد كده، هل محمد صلاح النجم الكبير ده، النجم العظيم ده، الاسطوره ده، يعامل معامله خاصه في معسكرات المنتخب المصري؟ وانت اكيد بتسمع الكلام ده كتير، وان محمد صلاح له معامله خاصه، وان محمد صلاح ما حدش بيتكلم معاه، وان محمد صلاح ما حدش بيقعد معاه، وان محمد صلاح بيطلب وبيتنفذ طلباته، هل محمد صلاح له طلبات خاصه في معسكرات منتخب مصر؟ خالص خالص خالص. وصلاح خلي بالك، هو صلاح دلوقتي يعني هو في ليفل بروفيشنال جدا، انت فاهم؟ فهو يعني ما بيعرفش يطلب، ما بيعرفش يعني خلي بالك روح كابتن برضو صلاح ككابتن هو عارف يتعامل بالبروفيشناليزم اللي احنا بنطلبه لاي واحد. انت عندك صلاح في منتخب مصر وهو الكابتن بتاعك، الموضوع هو نفسه بيتعامل، لا هو بيتعامل باقل من الطبيعي، باقل من الطبيعي طبعا. وهو كلهم واحد بالنسبه لنا كلنا، وهو حتى بالنسبه له هو مش عايز يتميز في اي حاجه، لانه يعني هو يعني
لا هو اكبر من كده بكتير، انت فاهم قصدي؟ فلا بصراحه يعني ربنا يكرمه ويوفقه. لا هو انسان على المستوى الشخصي هايل، تمام، وانسان متواضع جدا، وانسان بروفيشنال جدا في التعامل. فهو يعني ربنا يكرمه في حته ثانيه خالص. طيب انا عارف ان روي فيتوريا والجهاز المعاون الجهاز بالكامل هما بيشتغلوا تقريبا طول الوقت، وبعض الناس كمان في اتحاد الكره يقولوا لي الراجل ده موجود في مكتبه هو والجهاز المعاون طول الوقت شغالين، وعلى مستوى الارقام والتحليل والستاتستكس، ويبصوا على كل حاجه بتحصل في الدوري الممتاز ده، غير متابعه الحقيقه للمباريات اللي بنشوفها بعينينا دي في التلفزيونات. هل روي فيتوريا وجهازه المعاون مرتاحين مبسوطين من مستوى اللاعبين في الدوري المصري خلال الفتره الماضيه ولا قلقانين؟ لا بص هقول لك على حاجه، هو طبعا. الشغل الحمد لله هو في يعني في شغل يومي كمان عايز. احنا بنشتغل، ما بنشتغلش على لعيبه الدوري المصري بس، احنا بنشتغل على اللعيبه كمان الصغيره يعني. حتى الراجل مشروع، عنده مشروع اللي هو نتمنى ان كلنا يعني نشوف 26 و20 30. لا هو جاي من تحت، هو ما بيتفرجش بس على الدوري المصري فقط، لا هو بيتابع الصغيرين كمان، بنتابع كمان الدوليين، او بنتابع اللعيبه اللي عندها جنسيتين اللي بتلعب بره مصر. هايل. تمام. من سن 16 من 17 سنه، لان دولت النواه بتاع المنتخب في 2026 و2030. هايل. هم دولت اللي احنا هنعتمد عليهم الفتره الجايه. فاحنا متابعين الشغل مش بس على الدوري المصري فقط ولا لعيبه الدوري المصري فقط، لا الشغل احنا بننزل للاولمبي وننزل للاندر 20 وننزل كمان للعيبه اللي عندها جنسيتين، وفاتحين المجال للعيبه كلها، بنحاول نجمع الداتا كلها للعيبه. طيب انا عارف ان انت قلت حاجه مهمه جدا، ودي اول مره حد يقولها مسؤول في منتخب لمنتخب اول يعني، وانا متاكد ان ده شغلك في الاساس يعني كمان، او بتتعامل فيه بشكل كبير باحترافيتك يعني. فكره انك تروح تتواصل مع لاعبين كتير في اوروبا ما حدش يعرف عنهم حاجه، هل احنا عملنا قائمه فيها اسماء معينه؟ هل خاطبنا انديه؟ هل اتكلمنا مع لاعبين؟ ولا احنا لسه في حصل؟ لا لا حصل يعني، حصل فعلا حصل. أيوة. وفي ناس مميزه جدا وتواصلنا معاهم، وانا بتواصل معاهم بشكل شخصي. ممتاز. تمام. سواء مع الاب، سواء مع يعني المسؤول عنه. تمام. لا النادي لسه ما وصلناش للمرحله دي. ولكن احنا متابعينهم وبقول لهم انتوا على رادار مصر، مش على دار المنتخب الاول بس، لا انتوا على دار مصر. هايل. فاحنا يعني متابعينكم كويس وشايفينكم واشتغلوا وبيشتغلوا، ولو في اي نصيحه بنقدر نقدمها لهم بنقدمها لهم. لا يعني مش واخد مسؤوليه بس ان احنا الناس دي بعيده عننا، لا احنا نتابعهم، واحنا يعني انتوا منا، وان شاء الله باذن الله هتيجوا في يوم من الايام وتمثلوا المنتخب الاول وتمثلوا منتخب مصر باذن الله يعني. فيتوريا احبط من نتائج منتخب الشباب، وانت لسه كنت بتقول ان هو بيحب يبص على منتخبات الشباب، فرق الشباب اللاعبين الصغيرين، احبط مما حدث في كاس الامم الافريقيه؟ نتائج مش هقول على مش هتكلم عن نتائج، ولكن هو ما احبطش، هو ممكن يكون طبعا اتضايق ان المنتخب ده يعني خرج من البطوله وما صعدش كاس العالم، لكن فرصه كويسه للمواجهه، ولكن عنده امل في الولاد صراحه. يعني هو بيشكر فيهم جدا وبيقول لك الولاد كواليتي عاليه جدا، وان شاء الله يطلع طبعا. كويس ان هو شافهم كده يعني، كويس عشان الجماهير المصريه. انت عارف برضو الجماهير قاعده تقول لا ده احنا كده ما عندناش جيل ممكن يفيد منتخب مصر، فكون المدرب شايف فدي حاجه تطمننا. في منهم ومعظمهم كويسين جدا جدا جدا. أيوه. وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقهم في اللي جاي. ونشوف منهم ناس كويسه في تمثل مصر وتحترف على الاقل كمان. طيب انا متفاهم جدا انه طبيعي مش هنقول اي حاجه ليها علاقه بقائمه منتخب مصر القادمه، بس هسال سؤال عام شويه، هل فيتوريا من المدربين اللي بيفضل يختار نفس القائمه كل مباراه او كل تجمع، ولا وارد ان القائمه الجديده دي يبقى فيها عناصر جديده تماما اول مره نشوفها في منتخب مصر؟ كل حاجه وارده، انا ما اقدرش يعني دي مش حتتي اكتر يعني مش هقدر اتدخل فيها، بس هو وارد جدا ان هو حسب العنصر اللي هو شايفه في المكان اللي هو يعني في المركز اللي هو عايزه. خلي بالك يعني انت لسه اللي بيديها لك بيديلك برضه لسه مجمعه او اوسع شويه، عشان بظروف الاصابات وظروف ابن اللعيبه ممكن تكون في فتره معينه مش على نفس المستوى اللي هي كانت عليه. فكل ده بيتغير قبل المعسكر بايام قليله، خلي بالك يعني مش متحدد كل يعني لما تيجي تساله يقول لك انا مش محدد عليه حد يجي، لازم
اوصل للاخر خالص، التوقيت الاخر خالص، عشان اقدر ايه احدد اشوف مين اللي جاهز او مين مش جاهز او عشان اقدر يخش المعسكر ان شاء الله. هل فعلا في كلام ان احنا نواجه المنتخب المكسيكي في شهر 6 باذن الله في امريكا؟ في عروض جايه للماتشات، ولكن حسب الظروف بقى، حسب التوقيت نفسه ممكن يكون مش مناسب للمنتخب او مناسب. لسه احنا في مرحله الدراسه بالنسبه للعروض اللي جايه للماتشات اللي وديها في شهر 6. تمام، لان شهر 6 طبعا انت عارف ان هو هيبتدي من 12 ل 20 تمام، وبيتخللوا ماتش واحد رسمي. لسه ما نعرفش الماتش الرسمي بكاف الاتحاد الافريقي، ما حددوش هو في اول اسبوع او اخر الاسبوع، فبناء عليه لسه مش محددين بالظبط هيبقى الماتش الودي هيبقى قبل او بعد. فلسه الامور مش متقرره او مش متحدده اكتر من الاتحاد الافريقي. فبنتابع مع الاتحاد الافريقي ان احنا بنراسلهم دايما او بنتكلم معاهم ان هم بس يحددوا لنا الماتش بتاعنا عشان على اساسه نقدر نقرر اذا كنا ممكن يبقى في فرصه للمكسيك لفرقه ثانيه لاي حد من الماتشات الوديه نقدر ننظم ونلعب. طيب هسالك سؤال اخير وهو يتعلق بروي فيتوريا، وانا عارف ان انت من المقربين منه، عارف ان الجهاز كله مكرم منه، بس عارف انت كمان مكرم منه جدا. فيتوريا من الاخر كده مبسوط معانا، سعيد مع منتخب مصر، متفائل وفرحان ولا بيشتغل؟ واتمنى يكون فاهم سؤالي. متفائل باللعيبه جدا بصراحه، ويشكر فيهم جدا، لان احنا عندنا كواليتي لعيبه فعلا تستحق ان هي تبقى محافظ عليها، وتستحق الدعم، وتستحق ان احنا نعرف نشتغل عليها. فهو مبسوط من اللعيبه جدا بصراحه يعني، ومبسوط من الخامات اللي عندنا. بينقصنا حاجات، بينقصنا حاجات، وخلينا نعترف يعني مش هنقول ان احنا احسن ناس في العالم، ولكن احنا عندنا بيز مش وحشه، عندنا خامات طيبه جدا، خامات كويسه جدا جدا، عندنا كواليتي كويسه، ولكن محتاجه شويه تظبيطات، وده هيجي مع الوقت وهيجي مع الاستمراريه. لان دايما انت عارف لما يبقى الواحد قاعد بيخطط لحاجه، فالوقت هو العامل، الوقت هو اللي هيفرق معانا. خلي بالك برضه احنا معظمنا يعني المعسكرات بتاعتنا هي 5 معسكرات في السنه مثلا لمده 8 أو 10 أيام. الفرصه اللي فاتت ان احنا كانت معسكرات بشكل ودي، فكنا نقدر نطول المده اكتر. ده ما نقدرش احنا نعمل كده دلوقتي. تمام؟ فهو بيشوف اللعيبه كلها وبيعرف يحكم كويس قوي بصراحه. هو شغال يعني يوميا في الاتحاد مع الجهاز، مع الطاقم الفني بتاعه، بيشتغل على التحليل وعلى الارقام وعلى الداتا احنا، وبنعمل حتى هو بيعمل داتا بيز للعيبه كلها، وهنعمل حاجه يعني اداره جديده لموضوع داتا بيز لكل اللعيبه من اول 17 سنه اللي بعد كده. ففي شغل بيتعمل مش بس فقط في المنتخب الاول، لا هو عايز يعمل حاجه لمصر وللاتحاد والمنتخبات عموما يعني. مهندس محمد غرابه مدير، انا هقطعك في حاجه. اتفضل يا فندم. يا ريت. يمكن انا 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 اتمنى ان انت تدعمنا فيها، ويمكن وزملائك كلهم يدعمونا فيها. احنا محتاجين دعم الجمهور قبل اي حاجه، ودعم الاعلام قبل اي حاجه. طبعا الفتره الجايه، الفتره الجايه احنا كلنا لازم نبقى على قلب رجل واحد. ولازم ان يبقى الدعم مش بس يلا برافو وكسبت وكلام، لا مش عايزين كده. احنا عايزين دعم نفسي، دعم معنوي. تواجد الجمهور في الاستاد مهم جدا بالنسبه لنا. ان شاء الله عندنا ماتشين زي ما انت قلت بالظبط، يوم 24 يوم 28، ماتشين مهمين لو ربنا كرمنا فيهم. هم الماتشين اللي كسبناهم احنا بنسبه كبيره هنكون في كاس افريقيا في كوت ديفوار في 24. مش هنكسب غير بالجمهور، صح، ومش هنكسب غير بدعمكم، صح. اتمنى ان الماتش الاولاني اللي هيكون في مصر باذن الله لازم يكون فيه جمهور. احنا الحمد لله طلبنا من الاتحاد ومن الاستاذ جمال علان، طلبنا منه بصوره شخصيه ان احنا نبعت نفتح الجمهور، وان شاء الله باذن الله الامن يكون متوافق معنا في الحته دي. فالدعم مسانده الجمهور هتبقى شيء مهم جدا. فاتمنى ان الاعلام يساند فيها ان ينزل الجمهور، ونرجع تاني ونشوف الاستاد مليان باذن الله. ان شاء الله باذن الله، بالتاكيد ده هيحصل. مهندس محمد غرابه مدير منتخب مصر، الدعم الجماهيري والدعم الاعلامي اكيد الزامي من الجميع لمنتخبنا الوطني. وزي ما قبل ما يخش معايا غرابه وكنت بتحدث عن الجزئيه المهمه، انه احيانا بننسى المنتخب، احيانا دوشه اهلي وزمالك ودوري وحاجات برضه في اوروبا بتنسينا ان المنتخب عنده حدث مهم، وفجاه نقول الحق
ده المنتخب عنده ماتش بكره وهيعملوا ايه وما نعرفش اصلا المنتخب ده كان بيعمل ايه. بالمناسبه يعني المنتخب هيعمل ايه؟ سالت مسؤول في اتحاد الكوره ودي شهاده حق والله، سالته كده يعني السؤال اللي عارف انت اللي بيبقى على الجنب كده، هو فيتوريا اخباره ايه؟ من الناس اللي بتشتغل ولا اللي بتيجي بتاخد مننا شويه دولارات وتمشي حالها؟ قال لي الراجل ده في مسؤولين في اتحاد الكوره بيخشوا اتحاد الكوره الصبح بدري يلاقوه قاعد في مكتبه هو ومساعديه فاتحين اللابتوب، فاتحين ارقام، فاتحين اسماء، فاتحين تحليل، فكل يوم كل يوم الراجل شغال موظف، اللي هو انا صاحي من النوم رايح اشتغل، لو ما عنديش ماتش انا شغال، لو ما عنديش معسكر انا شغال، لو ما عنديش حاجه اشوفها او اتفرج عليها في الاستاد انا شغال. فبصراحه الراجل بيشتغل، اللي هو حرفيا يعني بين قوسين بطريقتنا يعني محلل الفلوس اللي بياخدها، مش اللي هو ايه انتوا ليك عندي ايه غير معسكر وماتشين وسلام عليكم ومكمل انا بقى في الحكايه دي. لا هو شغال وباجتهاد وبشكل علمي، صدقوني دي شهاده حق والله، شهاده حق من شهود عيان، هم شافوا الراجل بيعمل كده. طيب النهارده الداخليه وغزل المحله، الداخليه فاز على غزل المحله في الدوري الممتاز، سمير فكري سجل الهدف الاول في الدقيقه 19 وبعد كده عبد الرحمن البنومي سجل الثاني في الدقيقه 46 وهداف المحله احمد الشيخ سجل الهدف الوحيد للمحله في الدقيقه 86 من ركله جزاء. بعد المباراه رحل الكابتن عبد الباقي جمال عن تدريب غزل المحله، تم اقالته من تدريب الفريق بسبب النتائج السلبيه. دي اهداف المباراه امام حضراتكم. كالعادة الحكم استنى شوية، نقعد نستنى شوية ويتحاسب الجول. استنينا برضو شوية كتير يعني مش قليلين في الكورة دي. بس تمام. طيب. استمتعوا بالهدف. ده الهدف هدف الوحيد لغزل المحل. النهارده كمان المصري البورسعيدي يفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، اول اهداف عبده يحيى المنتقل حديثا الى المصري، هدف في الدقيقه 46 وسط انفعالات كالعاده كابتن حسام حسن. طلائع الجيش للاسف ما زالت نتائجه سلبيه حتى مع الكابتن عماد النحاس بعد الكابتن محمد يوسف، نامل ان شاء الله النتائج تتحسن بالنسبه لهم الفتره اللي جايه. طيب عشان ما ننساش وكل يوم كده نقعد نحتفل وننبسط، تعالوا اقول لكم الصحافه الانجليزيه قالت ايه عن محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد امس بالسبعه ووصول محمد صلاح انه يكون الهداف التاريخي لليفربول في البريمير ليج. ذا صن واحده من اشهر الصحف البريطانيه قالت ان صلاح احتفل برقمه القياسي باكواب من الشاي في اشاره الى طريقه صلاح للاحتفال بانجازه حسبما صرح اللاعب الدولي بعد المباراه، اللاعب الدولي المصري بعد المباراه. اما صحيفه ميرور الانجليزيه فوضعت صوره محمد صلاح وبجانبه برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في حاله احباط وكتبت سباعيه وجحيم في اشاره الى خساره اليونايتد في جحيم انفيلد بسباعيه دون رد. اما صحيفه التلجراف فقالت ان السيرك عاد مره اخرى في المدينة في إشارة إلى فوز ليفربول الكبير على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد. أما صحيفة ديلي ستار فوضعت محمد صلاح على الغلاف وكتبت هزيمة تنهاج بسباعية واختارت أيضا نفس عنوان ميرور واللي أشارت إلى معاناة اليونايتد في المباراة. أما صحيفة ليفربول إيكو فأشارت إلى أن التاريخ كتب في انفيلد بفوز كبير لليفربول على يونايتد بسباعيه واشارت الى رقم محمد صلاح التاريخي كونه اصبح الهداف التاريخي للريدز. اما صحيفه جارديان الانجليزيه فاشارت الى ان
ليفربول قام بإذلال يونايتد بهزيمة قياسية، مش قاسية بس قياسية، وضعت صورة لاحتفال الدوري محمد صلاح خلال المباراة اللي أقيمت أمس. طيب زي ما قلت لكم النادي الأهلي خد موقف عظيم جدا بانضمام دكتور أحمد أبو الوفا أخصائي الأخصائي النفسي للجهاز الفني، وكنا اتكلمنا على مدار الشهرين اللي فاتوا ضرورة وجود أخصائيين نفسيين في الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية. أول من عمل أخصائي نفسي في نادي في مصر كان في النادي الأهلي هو الدكتور محمد فكري وقت مانويل جوزيه موسم 2011-2012. الدكتور محمد فكري الطبيب النفسي السابق للنادي الأهلي هيكون ضيفي بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. عارفين أهمية الطبيب النفسي في أي فريق، في أي منتخب، في أي منظومة لاعب في حد ذاته في العالم، أهميته قد إيه؟ يعني الطبيب النفسي ده مش حاجة بتتحط كده إيه جنب الأطباق الرئيسية، لأ ده هو الأطباق الرئيسية، هو الأساس، هو لازم يبقى موجود عضو في الجهاز الفني. خش كده سرش على أي جهاز فني لأي فريق في العالم أو أي منتخب كبير في العالم، لازم يكون فيه طبيب نفسي، لازم، مش حاجة اللي هو أهو يعني نعملها. أول حد عمل ده بصراحة في مصر كان النادي الأهلي مع مانويل جوزيه 2011-2012، وكان أول مرة نسمع إن في طبيب نفسي موجود في جهاز فني لفريق في مصر. كانت حاجة غريبة، كانت حاجة مش مفهومة، وكانت حاجة حلوة في حد ذاتها برضو إنه أخيرا في حد فكر في هذا الأمر. فأول وجه، أول حد يظهر لنا في جهاز فني في كرة القدم تخصصه نفسي كان الدكتور الكبير دكتور محمد فكري الطبيب النفسي السابق للنادي الأهلي. دكتور محمد حقيقي مشرف ومنور. شكرا جزيلا لحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. كله بخير؟ الحمد لله. أنا هبدأ من هنا. ليه ما زلنا ونحن في 2023 فكرة الطبيب النفسي دي حاجة شكلية؟ يعني يا دوبك لسه هو الأهلي مؤخرا مرة أخرى استعان بطبيب نفسي دكتور أحمد أبو الوفا. ليه الحاجة دي عندنا مش أساسية؟ ليه لحد دلوقتي عندنا حرص كبير إنه ميبقاش فيه طبيب نفسي ولا دكتور نفسي في الأجهزة الفنية لا للفرق ولا للمنتخبات؟ علشان أقوى فرد في المنظومة الرياضية اللاعبين لا جهاز فني ولا إدارة. وتلاقيه ممكن إدارة تمشي وجهاز فني يمشي واللعيبة هي هي. صحيح. يبقى اللعيبة هي أقوى إيه؟ أقوى حد. النهاردة اللعيبة بتحب تمشي مدرب بتمشي مدرب. يبقى اللعيبة متفقين إن اللعيبة إيه؟ هي 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 قوية. طيب وجهة نظر اللعيبة إيه في الإعداد النفسي؟ هم معتقدين إن الإعداد النفسي ده لما هيجي حد يبقى احنا نساوي ان احنا ويك، ان احنا ضعاف. هو مش باصص، هو ما يعرفش ايه هو الاعداد النفسي. ايوه. بس هو وجهه نظره لا احنا مش ضعاف علشان تجيبوا لنا واحد يعدنا النفسيه. هو وجهه نظره كده. والفكره الاخرى اللي مسيطره عليهم ان انا او المعد النفسي ده هياخد الكلام ويوديه لمين؟ للمدرب. للمدرب. طب فبالتالي مثلا هنتصور جدل ان انا قعدت كده مع لعيب ومثلا بيلعب هيلعب ماتش زي ما حضرتك مثلا كنت بتتكلم مثلا على الزمالك والترجي بكره، فلعيب انا قلقان والجماهير واحنا ظروفنا وحاجات زي كده. هو متصور انه لو قال لي الكلمتين دول انا اروح اقول للمدرب، فالمدرب هيقوم عامل له ايه؟ هيستبعده عشان خايف وقلقان. هو انا دوري ايه؟ صح. لو انا عملت كده يبقى انا دوري ايه؟ صحيح. يبقى انا مش مش لازم اصلا. صح. يبقى دي هي دي اللي كانت الحاجز اللي أنا شفته أول ما رحت هناك. طبعا مستر مانويل كان فاهم وكان عارف وهو كان قبل ما يجي هنا هوت لما كان بيشتغل في البرتغال كان معاه حد. طبعا. تمام. طبعا. فبالتالي لما أنا رحت اشتغلت أنا أعرف مستر مانويل من 2009 بس ما اشتغلتش معاه غير 2011. تمام. هو طول الوقت متردد ومش عاوز اروح النادي الاهلي ليه؟ فكره انه عارف ان انا ان اللعيبه ممكن ترفض الفكره. وكان دايما يقولها لي في القعده، بص انا مقتنع بيك جدا جدا بس انا عشان بحبك، يعني احنا كنا اصدقاء في الاصل، فانا مش عاوز احطك في الموقف دوت ان انا اضطر اجيبك وان اللعيبه بعد كده ترفض وتضطر انك انت تمشي. فانا كنت اضحك واهزر ما اقول له لا ده انا مش فارق معايا، وانا يعني انا راجل عندي عياده وانا ماشي كويس، فيعني الموضوع ده انا بعمله كده اهوت يعني.
لحد ما جت مرحله يعني وقت معين كده اهوت، كانت 2011 بقى كان هي راجع الولايه الاخرانيه بتاعته، كان فرق الزمالك والدنيا كانت ضغط، وبعدين كان جه ماتش كده انا فاكره كان ماتش الجونه والدنيا الاهلي كان وحش قوي يوميها، وبتكلم معاه بعد الماتش فبقول له اللعيبه متوتره جدا جدا ولازم يعملوا ريلاكسيشن تكنيكس، بقول له بقى حاجات اللي هو تمارين الاسترخاء وازاي يعملوا كده اهوت. فهو سمع مني الكلام وكان عنده التدريب، كنا قاعدين في الفندق وبعدين سابني وانا رحت على العياده. فهو راح قعد مع الجهاز، كان من ضمنه ربنا يمسيه بخير وفرصه ان الواحد يشكره كابتن احمد ناجي طبعا. تمام طبعا. فقعد كان بيتكلم، فراح كابتن احمد ناجي يعني قال له طب ايه ما نجيبه. تمام. المهم يعني ايه زي ما بنقول كده اقنعه ايه وحسسه يعني ايه لا طب ايه ما نجربه كده. وفعلا يعني دي احد الحاجات بشكو فيها كابتن ناجي تاني طبعا. فروحت بقى وكانت طبعا زي ما بحكي لحضرتك كده ان هم اللعيبه في الاول يعني مش رافضين الفكره وهيقول ايه وهيعمل ايه، وكان قعدنا مثلا الفتره الاولانيه كده اهوت بتاع اسبوعين ثلاثه شد وجذب، حتى لدرجه هو حتى ما قاليش المعلومه دي غير بعد ما احنا مشينا يعني ما كان بيجي في الاجازه. قال لي في الاول اللعيبه راحوا له وقالوا له لا 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 مش عاوزينه، انت بتتكلم احسن منه، احنا عاوزينه يمشي اصلا. تمام. الاول لا مش عايزين. تمام. وانا برضو يعني كنت حاسس الكلام ده، بس واحد قال لي بس حقيقي انت عارف بلدي كده باللغه بتاعتنا المساكه بيقول لك انت بيضت وشي. ايوه. هو كده بعد كده بقى انا بقى اشتغلت بقى معاهم وخدت لعيب وقعدت اتكلمت معاهم، وبعدين ابتديت اعمل الجلسات وابتدت هم يحسوا بقد ايه مستواهم بيفرق. تمام. يمكن كان ساعتها كالبدايات السكاوتنج وتحليل الاداء بتاع اللعيبه، وابتدوا يقعدوا مع محلل الاداء وساعتها كان يقول لهم ازاي ان هم بيتحسوا، ابتدوا يحسوا بالنتائج ويحسوا ان هم ازاي مثلا الناس كانت بتبقى قلقانه متوتره ما بتعرفش تعمل الماتش، الدنيا ابتدت تبقى احسن ليهم مستوى احسن والنتائج بتاعتنا احسن، فبقينا بعد كده اصحاب وخدنا الدوري والامور يعني مش يعني النتائج اتحسنت جدا. طبعا. احنا انا لما رحت كان الزمالك ليدنج بتسع نقط. احنا خدنا الدوري بفارق سبع نقط صالحنا. هايل يعني جزء كان نفسي ومعنوي، اللعيبه كانت موجوده وموهوبه ومميزه. هقول لحضرتك بقى ازاي انا بقيم نفسي، سيبك بقى من التقييم اللي انا بقوله لحضرتك ده. انا بشوف عملت انا عدد الاهداف اللي جبناها من ساعه ما جيت الضعف. عدد الاهداف اللي دخلت فينا من ساعه ما جيت النص. طب لما كان بيجي لك لاعب يا دكتور يقول لك والله بص انا حاسس ان المدرب ما بيحبنيش، والله انا حاسس ان اللعيبه ما بتحبنيش، والله حاسس ان انا منعزل عن الفريق، والله انا حاسس ان انا مش عارف ادي عشان نفسيا مش مرتاح، والله انا بلعب احسن من اللي موجود في الملعب، اكيد ده الكلام اللي كان بيجي لك طول الوقت. طبيعي. بتعمل ازاي؟ طبيعي. طيب اقول له انت مقتنع بالفكره دي صح؟ طيب انت لو فضلت مقتنع بالفكره دي هتلعب؟ هتكون النهايه انك انت تمشي من النادي الاهلي، انت عاوز تمشي من النادي الاهلي؟ لا. طيب يبقى انت مش عاوز تمشي من النادي الاهلي، يبقى تعالى ان احنا نغير ايه الفكره. صح. تعال هو يعني مثلا كده الامثال بتاعتنا انا بدي لك يعني ما بيقولوش المحبه الا بعد عداوه، ما ياما ناس كانت في الاول ما بتحبش بعض وفي الاخر بقوا اصحاب. تمام. تعالى بقى كده نتكلم. طب انت بتقول ان المدرب مش مقتنع، هو دي اول مره تحصل؟ ما ياما كانت في لعيبه كانت يمكن حتى هتمشي خلاص من الفرق ويجي المدرب ويديها فرصه واللعيبه تتالق، الموضوع في ايدك انت مش في ايد المدرب. وبعدين انت تعالى كده اهو انت النهارده بتقول انا بعمل اداء والمدرب ما بيلعبكش، يبقى المدرب اكيد عنده وجهه نظر. طب ما تيجي نقعد مع المدرب ونشوف هو شايف ايه النواقص اللي عندك وانت محتاج تشتغل على ايه. تمام. صح. وانا هسهل لك القعده دي وانا هقعد اتكلم معاك وانا هبقى المترجم معاك في القعده دي. ونقعد ونتكلم ونشوف وانا هساعدك في النقط اللي ايه اللي هحفزك علشان تقدر توصل للنقط دي. هايل. وكان بيوصل. هايل. في مدربين في مصر كنت قاعد معاهم قبل كده وسالتهم بشكل شخصي حتى على الهوا يعني، قلت لهم ليه ما عندكمش اخصائيين نفسيين في الفريق؟ فاحدهما يعني قال لي ما انا اعرف اعمل الدور ده واعرف اتعامل مع اللاعبين نفسيا وبعرف اتكلم معاهم وبعرف احفزهم. وساعتها دارت مناقشه انه في الاول والاخر في متخصص، يعني هو المتخصص يعني الدكتور النفسي، حتى قلت له الدكتور النفسي ممكن يبقى فاهم كوره بس مش هيعرف يدرب، يعني هو هيبقى فاهم كوره نظريا وثلاثة أربعة ثلاثة. ففي قال لي لا لا كده كده اللعيبه تحب تسمع من المدرب ما تحبش تسمع غير من المدرب. كويس. دي طبعا وجهات نظر. لا احنا عايزين نصحح وجهات النظر. لا هقول اجاوب حضرتك. اتفضل.
بعض المدربين ممكن تكون فعلا عندهم هذه الموهبه بس مش كل المدربين. يعني مثلا من الخبرات ومن السمع ومن الواحد كان بيسمعه ان مثلا كابتن جوهري العظيم رحمه الله عليه كان راجل كان بيعرف يحفز اللعيبه مظبوط. يعني سمعت له يعني كابتن شوبير كان بيتكلم قريب على المحاضره اللي قالها لهم قبل ماتش هولندا وقال لهم ايه وحاجات زي كده. لا راجل فعلا هو فاهم وبيعمل ايه. بس هل دي موجودة عند كل المدربين؟ لا أعتقد. يعني لا تتواجد مش أكتر من 1-2% من المدربين. ولكن حتى لو بقول إنها موجودة في فرق ما بين الإيه؟ الشخص المتخصص وبيعمل الكلام ده. يعني أنت حضرتك سألتيني الحاجات كلها على الهواء وقلت لي هتقول إيه؟ أنا دماغي حاضر وعارف أنا هقول إيه وكل لعيب أنا هقول له إيه؟ يعني أنا لو أنا قاعد مع حد لو قاعد مع حد تاني نوع نمط شخصيته بطريقة معينة هقول له إيه؟ صح تمام؟ صح. فهنا ده هنا الإيه؟ ده هنا اللي بيفرق. هو متصور. طب خلينا نقول كده هو بيقول يعني المدرب اللي بيقول الكلام ده. طب هو زمان كان في مدرب احمد؟ لا كان المدرب هو اللي بيشتغل. طب ليه دلوقتي حطوا مدرب احمد؟ صح. طب كان في زمان سكاوتينج؟ لا مفيش. طب ليه بيجيبين دلوقتي محلل اداء؟ طب تمام. في بعض الانديه مش في اخصائي تغذيه؟ هو ده كان موجود زمان برضو؟ لا هو ما كانش موجود زمان. يعني ندخل اكتر واكتر واكتر في الدول بره تلاقي مثلا جوه الجهاز الفني واحد بيدرب بس المهاجمين بالزبط. واحد متخصص للمدافعين واحد متخصص لعمل التماس في ليفربول واحد طيب. متخصص لعمل التماس طيب. مين قال على التماس؟ طيب هل دوت موجود؟ لا. طيب ليه؟ احنا هنا هوت حضرتك حتى هتلاقي عندنا مثلا في الطب تمام طيب. تلاقي الدكتور كاتب لك اخصائي كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا انت تروح بره تلاقي الدكتور بيعمل عمليه واحده يعني دكتور الجراح ده تمام مش دكتور قلب تمام لا ده دكتور القلب المتخصص في مثلا المترالي بس كده حاجه معينه الصمام المترالي بس ما بيعملش غير كده هم هناك كده التخصصيه انما احنا هنا بنعتبر انك انت لما تقول انا ما اعرفش ازاي اقول انا ما اعرفش انا بعرف اعمل كل حاجه انا بعرف اعمل كل حاجه وهو مش هيعرف يعمل كل حاجه عظيم وبعدين عاوز اقول لحضرتك حاجه اتفضل حتى لو هو بيعرف يعمل كل حاجه هو ما بيبقاش عنده وقت هو في اوقات كتير ما بيبقاش عنده وقت صح بالذات لما بيكون عنده 25 لعيب وعنده زي ما انت بتشوف دلوقتي التلاحم الماتشات ورا بعضها هيلحق يعمل مش عارف يقعد بقى مع لاعب لوحده هيلحق يعمل الكلام ده صح مستحيل تمام مستحيل. وبتكون النتيجه ايه على فكره ان هو حتى لو قدر يعملها بيعملها مع 11 13 لعيب الاساسيين وبيرمي الايه الباقي تمام لما يجي يحتاجهم ما بيلاقيهمش موجودين طبعا وهيبقى المشكله اكبر كمان انت لو قعدت مع 11 وما قعدتش مع الباقي طب قبل ما اخش في تفاصيل اخرى رايك في النص قلت ان علاقتك بمانو جوزي بدات في 2009 العلاقه دي بدات ازاي عشان عايز اسالك سؤال في النص كده وانت بتحكي لي العلاقه كان يتقال كتير ان مانو جوزي كان شويه عنده ايجو او مغرور شويه او عنده حب الذات بعض الناس انا بصراحه ما شفتش ده يعني ما شفتوش حتى في التعاملات الصحفيه معاه بس برضو تبقى شهاده حق من عند حضرتك يعني بص يمكن ده الانطباع اللي ممكن اي حد ياخده عنه من بعيد تمام ولكن انا اول ما يعني عن طريق الصديق العزيز استاذ خالد مرتجي هو اللي عرفنا عليه في احد الفنادق انا كنت موجود بالصدف وقابلته سلمت عليه قال لي طب تعالى اعرفك على مستر مان فانا قلت له نفس الكلام اللي حضرتك يعني مفيش وانا يعني دايما عندي انطباع ان دايما لما يكون واحد مثلا حتى من اللعيبه او حاجه لما اشوفهم في اي مكان بشوف بقول ان هو دي حياته الخاصه مش المفروض ايه ان انا اقرب منه واحاول اطلب منه مثلا اتصور معاه حاجه زي كده لا يعني احب اسيب له حياته الخاصه فقال لي لا تعالى بس اعرفك المهم قعدنا اتكلمنا وكانت ليا برضه يعني انا يمكن ببقى ليا تحليلات انا امتاز في حاجه ان انا بعرف احلل اللعيبه ودماغهم فيها ايه مجرد ان اتفرج عليهم. فقعدنا اتكلمنا 3 ساعات وانا بقول له رايي في اللعيبه في شخصيات اللعيبه واللعيبه كل لعيب ناقصه ايه وعنده ايه ومحتاج ايه. فالراجل استغرب جدا جدا فحتى سالني سؤال قال انت تعرف الحاجات عرفت الحاجات دي منين؟ تعرف حد جوه؟ قلت له لا مجرد بس ان انا بتابع اللعيبه. من هنا بدأنا العلاقة وفي آخر القعدة قال لي ممكن آخد تليفونك؟ قلت له آه. قلت له بس أنا آخد تليفونك كمان. قال لي بس أوعى تديه لحد. ومن ساعتها وبقينا أصدقاء وبقينا يعني على طول بصفة دورية أتقابل أنا وهو. وكنت بالصدفة ساعتها كنت بعد جايب
بعض الكتب اللي ليها علاقه بالسايكولوجي والاعداد النفسي بالنسبه للفوتبول بالذات يعني. ففي احد كتاب منهم كنت قريته كان لقيته حلو قوي تمام. فقابلته مره قلت له على فكره عندي كتاب عاوز اديه لك يعني. فقراه ولقيته بعت لي يقول لي كتاب حلو جدا جدا ويعني انا استفدت منه يعني تمام. وحتى فضل معاه الكتاب وفضلنا قاعدين بقى كل شويه ايه نتقابل انا هو نتكلم مع شويه على الكوره وعلى الفريق وحاجات زي كده اهو تمام. جت بعد كده اهو كان بعد كده هو مشي وجي كابتن حسام بدري قعد حوالي سنه ونص او حاجه زي كده اهو. في خلال الفتره دي كلها كان مستر مانول برده مش يعني مش ما تقطعتش علاقتي بيه تماما حتى وهو مسافر تمام. وحتى كنت دايما اهزر معاه ساعتها اقول له على فكره انت هترجع تاني وهشتغل معاك. طب ليه لما بدات مع النادي الاهلي المشوار ده ما كملش لان هو بعد انا ما مشيت كان يعني بعد ما مشي مستر مانول الجي كان كابتن حسام بدري وكابتن حسام بدري مش مقتنع يعني بفكره ان الاعداد النفسي ده شيء مهم او يعني ممكن يكون احد المدربين لو شايف ان انا اقدر اقوم بيه فانا مش محتاج حد يعمل. ساعتها بقى اللاعبين نفسهم في الفريق ما كانوش متمسكين ما كانوش حابين انك تواصلوا معاك ويقولوا لك ان احنا حابين كنا كان في تواصل كان في تواصل بس لو انت المدرب او الكوتش مش مقتنع طبعًا مش طبعا بس كان في تواصل بيني وما بين بركات وحسام عاشور وابو تريكه ووائل تمام. وكان لو هتفتكر حضرتك كانت الفتره دي كتير قوي كان دايما مستر مانول بيجي كل فتره يعني كل شهرين ثلاثه كان يجي مصر كنا نتقابل كنا ساعتها نروح انا وهو كمان ساعتها مره واحده هو التدريب وفي وجود كابتن حسام بدري يعني وعلى طول كنت نقعد وبص اللعيبه موجوده ففضل ولحد النهارده علاقتي باللعيبه موجوده يعني. واللعيبه بتتكلم معاك في ظروف زي ديت يعني في لعيبه لوحدها يعني مش طبعا من غير اسماء بس في لعيبه مثلا ممكن تيجي لحضرتك تقول لك والله انا داخل لماتش صعب لعيبه لوحدهم مش انديه بقى تقول لك والله انا داخل في ماتش صعب وعندي ضغط في لعيب انا بس بشوف الثقافه دي عند لعيبه الكوره في مصر ولا ممكن لعيبه تجي لك وتسالك هقول لحضرتك يعني طبعا انا في الكوره تمام ليا تجربتين مهمين تجربه كانت في النادي الاهلي وتجربه اخرى كانت في منتخب الكره النسائيه تمام اللي هو كان منتخب الناشئين كان تحت 17 سنه تمام اللي هو دلوقتي كلهم بقوا ما شاء الله يعني نسبه كبيره جدا في الفريق الاول ومنهم اللعيبه المحترفه بتاعتنا العظيمه ساره شام اسمها محمد صلاح طبعا الكره النسائيه طبعا فدايما لما كان الواحد بيبدا لسه معاهم هم مش فاهمين ولكن بعد ما بتكسر الحاجز اللي انا قلت لحضرتك عليه بقى انا هما بقى اللي بيطلبوني احنا بتبقى عندنا يعني انا كنت دايما موجود معاهم بالذات في المعسكرات فالمعسكرات بقى مقفول علينا تمام فدكتور فكري انا هاجي لك انا عاوز اقعد اتكلم معاك شويه ونقعد بقى نتكلم ويقول لي بقى وحاس بايه قلقان من ايه الماتش شايفه ازاي في اوقات بقى طبعا بحكم انا بقى يعني زي ما قلت حضرتك انا بقى بقاري فانا كان دايما يوم الماتش الصبحيه بيبقى فيه محاضره زي ما في محاضره مستر مانول كان في محاضره بتاعت مستر مانول كانت محاضرته بتبقى قبل الماتش انا محاضرتي بعد الفطار الصبحيه انا ببقى قاري بقى الفريق وببقى قاري الفريق الاخر وممكن ابقى قاري جماهير الفريق الاخر يعني احنا الفتره اللي فاتت بتاعت النادي الاهلي لعبنا في تونس ولعبنا في الجزائر ولعبنا في المغرب واتكلمت ازاي تتعامل مع الجماهير واتكلمت ازاي تتعامل مع انت عارف اللعيبه بالذات في المغرب العربي بيبقى فيه شويه استفزازات ممكن يعملوها مع اللعيبه بتاعتنا بيبقوا عاوزين يخرجوك من الملعب قلت لهم ازاي يتعاملوا معاها في بعض الماتشات ببقى مثلا مسموع مثلا الحكم ده ممكن يستفزك ممكن يحطك تحت ضغط ممكن ده ازاي اتعامل معاك كل الحاجات دي انا كنت ببقى قاريها تمام هايل قاريها لان انا يمكن احد الحاجات ان انا ما كنتش ببقى محسوب كان انا طبيب ان انا على الجهاز الطبي هو لهم كل احترام ولكن انا كنت محطوط ضمن الجهاز الفني فانا كنت ببقى قاعد وعارف الخطه كويس قوي عارف مستر مانو حتى ببقى ممكن ابقى عارف اللعيبه الاساسيه اللي هتلعب قبل ما اللعيبه تبقى عارفاها عارف مستر مانو بيفكر في خطه ازاي قبل ما يبقى عارفها لو مستر مانو مثلا قبل الماتش انا عارف ان هو مثلا عنده كي بيرسون هو حاطه او لعيب معين هو باني عليه خطه او هيطلب منه حاجه معينه انا ببقى كنت ممكن ابقى عارف قبلها بيومين ثلاثه وقبلها بيومين ثلاثة ابتدي انا اتكلم معاه وابتدي احطه في الايه؟ في التأهيل بتاع القصة. سؤال هنا بقى، سؤال هنا مهم جدا. هل في مرة رحت لمانويل جوزيه وقلت له اللاعب ده اوت اوف مود، اللاعب ده مش هيعرف يديك، انا حاولت معاه بس ظروفه ممكن الشخصية، ظروفه الفنية
مش هتخليه يعرف يلعب الاداء ده. ممكن انت كلاعب مهارات انت محتاجه بس بلاش الماتش ده. ممكن تكون عملت كده؟ حصلت مره واحده. حصلت مره واحده. كنا في احدى الماتشات بره خارج وبحكم ان انا يعني يمكن الدور بتاعي كان قريب من اللعيبه طبعا فانا مركز معاهم وحاجات زي كده. فجيت قبل الماتش بيومين وقلت له انا ام نوت ذا كوتش، انا مش الكوتش وانا اللي باخد القرارات، ولكن انا عليا ان انا اقول لك وجهه النظر اللي انا شايفها تمام وانت تاخد القرار. قلت له فلان فلان بيمر بظروف معينه، هو مش قادر ان هو ايه يركز وانا عارف الكلام ده تمام. فقال لي اوكي ببساطه. ما قالكش ما قالكش لازم يلعب والكلام ده كله. قال لي اوكي. انا اوكي هو قال اوكي بس هو كان هيلعبه ولا مش هيلعبه انا ما اعرفش. لا بس اقصد ان هو تفهم الفكره. تمام تفهم دورك يعني. لا بص في الفكره دي كلها هو كان عارف كويس قوي. تمام يعني انا عمر ما رحت قعدت مع لعيب وجي مستر مانويل سالني انت قلت له ايه او عملت ايه. هايل. لا هو كان سايب لي كل اللي اقدر اعمله. ممتاز. مفيش غير اذا كانت حاجات معينه انا شايفها لمصلحه الفريق فانا اللي برجع له. وحتى لو مثلا لعيب مثلا على سبيل المثال ممكن يكون يعني مثلا ساعات بعض المدربين بص مثلا على اللاين بيزعقوا شويه او يشخط شويه فممكن ابقى في لعيب تصرف زي ده ياثر فيه. صح. فانا لازم اتكلم مع المدرب ساعتها اقول له ده لو ده حصل هتبقى اللعيب هيخرج بره الماتش. فبتبقى بس مواقف بسيطه اللي انت ايه اللي هو الشخصيه دي مش من النوعيه اللي انت لو زعقت لها هيبقى ده تعمله الموتيفيشن بطريقه من ده تحفزه بطريقه غير دي. هايل. لما غير كده هوت يعني هو كان بيبقى سايب طبعا اكتر واحد كان جنبك وبيساعدك في القصه ديت محمد بركات مسؤول الطاقه الايجابيه على طول يعني ده بقى بظنش اشتغلت معاه كتير كان بيشتغل معاك اكتر مع اللاعبين. يعني بص اقول لحضرتك حاجه بركات كان من اقرب الناس ليا كنا اصدقاء جدا جدا ويعني حتى دايما بركات راجل سهير زي حالتي تمام فكان دايما مثلا نخلص الاجتماع بتاعت بعد العشاء ونقعد نفضل انا وبقى ممكن نقعد بساعتين وثلاثه نقعد نرغي ونضحك ونهزر. شخصيه جميله جدا جدا ويعني ربنا يوفقه في المسؤوليه اللي عليه يعني بحييه جدا يعني بس هو في ادائه في الملعب كان دايما بيديك طاقه يعني وانت بتتفرج على محمد بركات هو مبتسم وذكي وعنده اراده وما بيهبطش يعني برضه لا اتحدث عن تفاصيل من جوه انا اتحدث عن الشخصيه دي النوعيه دي من اللاعبين. هو شخصيه قويه جدا 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 ولكن على قد ما تشوف بركات ممكن يكون بيضحك وبيهزر بس بركات في الشغل انسان جدي جدا جدا. يعني عمر مثلا في محاضرات من المحاضرات بتاعي ما مثلا تخلف او قلب الموضوع هزار ولا اي حاجه من الحاجات دي. تلاقيه في قمه التركيز في المحاضره. في برضه لو مستر مانويل بيدي محاضره وماتشات بتبص على عينه تعرف قد ايه الشخص دوت دي حاجات بقى انا ممكن اقول تبص على عينيه تبص ليه فعلا قد ايه الشخص ده مركز تمام. ف وده من اهم المميزات ودي اكتر الحاجات اللي ساعدته ان هو بيعرف يفصل ازاي ان هو ممكن يضحك ويهزر وقت الجد بيبقى ايه جد طيب. تمام ويمكن يعني ساعات في بعض الناس احنا بنستخدم اللي هي الميكانيزمات الدفاعيه فمن ضمن الميكانيزمات الدفاعيه لما تبقى محطوط تحت ضغط بنسميها هيومر تلاقي مثلا شباب داخلين يوم امتحان الصبحيه واقفين قصاد اللجنه عمالين يضحكوا ويهزروا حاجات كده ده عشان يقللوا الايه؟ الضغط الضغط النفسي صح تمام؟ صح فهي دي ممكن تكون دي طريقته صح وبما انها طريقته وبما انها ناجحه فنحيي عليه برافو طبعا. في ازمه العصر زي ما بيقولوا وتحديدا لاعبي كره القدم او الرياضه بشكل عام السوشيال ميديا شكرا كيف يتعامل اللاعبين مع السوشيال ميديا دلوقتي اللي هي عملت خلل نفسي مش بس للاعبين خلل نفسي لكثير من الناس في العالم مش في مصر بس كيف يتعامل لاعبي الكوره مع الضغوط النفسيه اللي بتعرضوها للسوشيال ميديا هجوم او اشادات مبالغ فيها او هجوم مبالغ فيه في الحالتين هو بيحصل له خلل نفسي يعني كويس علشان المفروض اللعيب بيبقى عنده حاجه اسمها منتال تافنس منتال تافنس يعني القدره الذهنيه ويمكن لعيبنا العظيم محمد صلاح لما طلع وقال المنتاليتي قعدوا يضحكوا ويهزروا عليه هي دي فعلا المنتاليتي هو محمد صلاح
انا قريب كده هو بسمع في الراديو كانوا بيتكلموا بيقول لك وجماهير ليفربول بعد ماتش ريال مدريد وهجموه بيقولوا امشي، هل فرق معاه؟ نزل الماتش اللي بعده تألق. هي دي بقى النقطة، لو انت طف، لو عندك المنتال تافنس ده، وده دور الاعداد النفسي ان انا اعلم اللعيب انه يبقى عنده منتال تافنس. يعني ايه منتال تافنس؟ يعني القدرة على التعامل مع كل الضغوطات، سواء الضغوط دي ميديا، مدرب، تجديد عقد، جماهير تمام، جو، ويبقى أداؤه تقريبا ثابت في 90% من الماتشات على مدار مواسم. هات لي كده نعد كده كام لعيب عندك في مصر ممكن ينطبق عليه الكلمة دي؟ ولا واحد. شكرا. ويقول لك احنا ايه لازمة الإعداد النفسي؟ ده انت النهارده اللعيب اللي هو بيتألق النهارده، انت ما انتش ضامن الماتش اللي بعده يعمل ايه. في لعيبه بتعيش على ماتش وبتعيش على جون وبتعيش على حاجات زي كده اهو. صح صح. هو الناس مش تاخد بالها برضو ان هو بفكره ان هو لو جاب جول حلو ده معناه انه حالته النفسيه تبقى كويسه، ده بالعكس ده ممكن يحصل له خلل اكبر من انه يتعثر، انه خلل احساسه فجاه انه بقى نجم النجوم. يعني بص اقول لحضرتك حاجه، دائما انا ببقى قلقان جدا جدا ساعه ما بنوصل نهائي بطوله افريقيا واحنا خسرنا بطولتين من كتر الحماس اللي بيتعمل وخلاص وبنبتدي نحتفل بالبطولة من قبل ما ناخد البطولة. صح. نفس الموضوع ده حصل مع منتخب اليد لما في الأولمبياد ووصلنا وخلاص وكسبنا ألمانيا ودخلنا المربع الذهبي والميدالية قربت في الآخر جدا المركز الرابع. صح. ويعني فرصة أن أنا مع حضرتك فضل. أنا عاوز أحييه جدا 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 الاتحاد كرة السلة لأنه جايبين بروفيسور كندي السي في بتاعه رائع تمام، اسمه بريان تشاو تمام، رجل رائع جدا 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 ورجل خبره كبيره جدا جدا في مجال الرياضه. هي. واتمنى ان مصر تستفيد منه سواء يعني كان الدكتور اشرف يجيب ويدي دورات للناس الشباب. انا سامع ان الدكتور اشرف يعني متبني مجموعه في هذا الموضوع، بس لازم مصر تستفيد من هذا الموضوع إن شاء الله. ولازم يعني حتى اتحاد السله يجيب ناس، لان يعني ويا ريت بقى يعني السله عملتها. اتمنى كده ان انا اسمع كل تحديدا الاتحادات كرة يعني تحديدا كره القدم. لو جبنا كره القدم فانا بقى اتمنى عشان ما يحصلش زي منتخب الناشئين منتخب الاولمبي. يا ريت يا ريت ان شاء الله يا رب. دكتور محمد شرفت ونورت، الحوار معاك كان ممتع جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شرفت يا فندم، شرفت. دكتور محمد فخري الطبيب النفسي السابق للنادي الاهلي كان نضيفي في هذه الفقره. بعد الفاصل الكابتن حماده زاهر مدير التسويق في الاتحاد المصري لكره القدم، خليكم معنا. في وقت الحديث عن الناجحين في اداره كره القدم المصريه على مستوى الاتحادات، على مستوى الانديه، على مستوى سنين فاتت وإن شاء الله سنين جاية، دائما يضرب المثل باسم كبير كبير جدا مر على إدارة الكرة المصرية. هو الأول، هو الأبرز، هو الاسم الأكبر، الكابتن الكبير كابتن سمير زاهر، اللي بعد أسبوع من الآن تحل ذكرى رحيله عن عالمنا. واحد من الأسماء اللي دائما نتذكرها بكل الخير. صعب جدا إنك تلاقي أي حد اللي بيشتغل في الكوره سواء على مستوى الاعلام، مستوى ادارات الانديه او الاتحادات الا ويتحدث عن الكابتن سمير زاهر بكل الخير رحمه الله عليه. من ريحه الحبايب الكابتن الكبير كابتن حماده زاهر مدير التسويق في الاتحاد المصري لكره القدم، ونكل الكابتن الكبير كابتن سمير زاهر. يا كابتن حماده مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معانا. ميرسي جدا يا كابتن كريم، انا اللي سعيد ان انا معاكم يعني حقيقي. ده شرف لينا. وان معاك شخصيا وقناه الاولى المصريه مسبيرو تشكر قوي، شرف لينا. كابتن سمير زاهر بالنسبه لينا، بالنسبه ليا شخصيا، هو واحد من الاسماء اللي كانت ناجحه اداريا، ذكي جدا في التعامل، تحديدا لما نتحدث عن كره القدم المصريه فهي محتاجه جزء الذكاء كمان في التعامل الشخصي مع الكثير من الادارات الانديه. ما كانش عليه خلاف كبير من الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة، قصص نجاح عظيمة جدا مع منتخبات مصر المختلفة. كلمة معاك عن الكابتن سمير زاهر وليس سؤال. حقيقي سمير زاهر شخصية فريدة من نوعها، يعني مختلف. يعني هو كابتن سمير زاهر خلفيته الرئيسية كان
ضابط بالقوات المسلحة المصرية، وكان لعيب كرة قدم في نادي دمياط، ثم انتقل للنادي الأهلي في فترة أواخر الستينات. وانت عارف الكرة توقفت في الوقت دوت، فبطل كرة بدري، ولكن عاد ليها بتهيألي من سنة 92 أو 93. دخل عضو مجلس إدارة في اتحاد الكورة وتدرج في المناصب، ثم وكيل اتحاد الكورة مع كابتن دهشوري حرب، ثم رئيس اتحاد الكورة سنة بتهيألي 97، والحصول على بطولة أفريقيا 98. وبعد كده حصل مشكلة كأس القارات، وتم حل اتحاد الكورة، ثم رجع تاني في 2005. أنا أتذكر قوي، يعني أنا متذكر طبعا عشت الحقبة دي كلها، بس أتذكر قوي 2005 والرجعة بتاعت 2005 كانت هي دي، يعني هي دي الـ يعني بداية العصر الذهبي. وأنا فاكر إن إحنا ساعتها كان انتخابات دي كانت انتخابات قوية جدا، كان داخل فيها اللي هو دهشوري حرب ومهندس هادي فهمي والكابتن سمير زاهر على رئاسة اتحاد الكورة، ويعني كان انتخابات بجد، يعني انتخابات قوية، ثلاث قوائم داخل انتخابات، حاجة يعني كل واحد فيهم متوقع انه ممكن يكسب، ثلاث يعني قوائم كلهم كانوا جامدين جدا يعني. طبعا ساعتها انا فاكر انا يعني كان ليا دور صغير في الحملة اللي هي الإعلانية بتاعت الحملة، وعملنا ساعتها السلوجن بتاع الحملة مستقبل زاهر للكرة المصرية. الله. وتحت كده عودة الإنجازات. سبحان الله، يعني كان ساعتها أول سنة حقيقي 2006 بطولة أفريقيا في مصر، وكان بصراحة يعني تنظيم رائع للبطولة طبعا في مصر، ومنتخب رائع قدرنا نحصل على البطولة، وفتحت بقى المجالات ساعتها لأفاق جديدة في الكرة المصرية. يعني على حسب ما أتذكر برضو من الدوري المصري في هذا التوقيت، من موسم 2007-2008، موسم 2008-2009، المواسم دي كانت بتصنف حسب الترتيبات العالمية للدوريات العالمية، كانت ترتيب الدوري المصري من أحسن يعني تقريبا من 14 ل 12 دوري في العالم. صح. يعني كان على مستوى القوة، على مستوى الانتظام، وعلى مستوى التسويق حقيقي. وكابتن سمير زاهر برضو يعني قدر ان هو يعمل حاجة في اتحاد الكرة المصري، ودي كان بدري شوية، فبتهيالي في سنة اواخر اللي هي الفترة بتاعة 98-99 كان اول عقد رعاية لاتحاد الكورة من شركة اتصالات، وده كان أول عقد رعاية حصل لاتحاد الكورة. وابتدى ساعتها ينفصل جزئيا اتحاد الكورة عن الميزانية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، وابتدى فكرة التمويل الذاتي للاتحاد. طبعا العصر بتاع من 2005 ل 2012 تقريبا ده كان، انت طبعا كسبت بطولة افريقيا 2006، فدخلت في مناطق تانية من التسويق للاتحاد والقيمة الإعلانية للاتحاد وبيع الزي بتاع الاتحاد، ويعني كان حاجات جديدة كنا اول مرة نسمعها. يعني دخلنا بقى في قصة يعني حقيقي ما كانتش موجودة، وكان ساعتها التسويق الرياضي كان بدايته الحقيقيه يعني في اوائل الالفينات يعني. طبعا دلوقتي الموضوع اختلف خالص، الارقام اختلفت خالص، ولكن هذه الحقبه بصراحه كانت عصر ذهبي للكره المصريه بصراحه، يعني كانت عصر عظيم جدا. طيب الفتره دي اكيد فيها كثير من الكواليس، يعني هل الكابتن حسن شحاته في 2006 هينجح ولا مش هينجح؟ والكابتن سمير اكيد ده كان شاغل باله، خاصه انه اخر مرحله ليه كانت مع اتحاد الكوره كان للاسف اخفاق كبير في كاس القارات، فاكيد ده كان هاجس قدام يعني، فاللحظات دي كان بيعيشها ازاي؟ هو لو احنا كنا قلقانين على منتخب مصر في 2006 ايراد، فاكيد هو
كان قلقان مليون ايراد. كيف عاش هذه المرحلة وكيف كانت ثقته بالجهاز الفني وقتها؟ انت عارف طبعا ان الجهاز ده تم تعيينه في 2005 من مجلس معين طبعا اتحاد الكورة طبعا كابتن عصام عبد المنعم بعد الصحفي القدير ودخول هذا المجلس كان يعني امر واقع. كابتن حسن شحاته موجود وكان ساعتها طبعا المجلس فيه تضارب. طب كابتن حسن يكمل ما يكملش، يجي مدرب اجنبي، دي بطوله في مصر أجنبي. ولو خسرنا تعرف طبعا احنا يعني موضوع المدربين ده طبعا دايما بنلجا للحته دي ان هي الاسهل يعني صح. ولكن الكابتن سمير ساعتها انا فاكر يعني احنا قبل بطوله افريقيا بتقريبا شهر لغايه نهايه بطوله افريقيا هو تقريبا ما عادش في البيت يعني هو ما جاش البيت، كان قاعد طول البطوله طبعا كان قاعد في الفندق الاقامه مع المنتخب. انا فاكر ساعتها يعني ما كنت بروح اشوفه قاعد في الريسبشن وقاعد وكل الناس موجوده وهو عامل زي يعني ايه ناظر الفرقه رب البيت رب البيت انا قاعد بقى فلا كان 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 حقيقي متواجد على طول، كان بيحاول يحل اي مشاكل، كان بيذلل اي عواقب كانت موجوده. وتفتكر انت البطوله دي برضو كان فيها كواليس كتيره كده جوه الفرقه برضو يعني كانت ممكن تعمل مشكله وكان ممكن تؤدي المنتخب يخسر بطوله، ولكن ولكن يعني الحكمه بتاعته ساعتها و و و و وكيفيه اداره الازمه خلت الموضوع يمشي بسلاسه. انت تتحدث عن اداره ازمه وهي اداره عظيمه جدا، واظن ان انا اتوقع كواليسها يعني وهي قصه ميدو وكابتن حسن شحاته والخلاف ده، وتصورنا مع الخلاف ده ان المنتخب اتفكك خلاص والامور انتهت، فجاه بتشوف ميدو كمان في المباراه النهائيه موجود ومع الكابتن حسن شحاته والامور اتلم. ما دي كواليس للتاريخ للكابتن سمير زاهر لازم حضرتك تقولها وتعرفها. ده حقيقي، دي كانت ازمه كبيره جدا وساعتها كابتن حسن كان رافض جدا الصلح وكان متضايق جدا ويعني تدخل ناس كتير حتى يعني في من القياده السياسيه والمنظومه عموما. وكابتن يعني كان ساعتها يعني عنده قرار وان هيتم استبعاده من المباراه وهيقعد في المقصوره يتفرج على الفرقه، وفي حاله فوز الفريق هينزل يستلم الجوائز مع الفريق وياخد ميداليته ويستلم الكاس وكل حاجه. فطبعا دي حته يعني حته صعبه، ساعات ممكن تبقى صعبه طبعا على حسب مين القياده اللي موجوده وعلى حسب انت هتدير هذه الازمه ازاي صح. ولكن عدت والحمد لله، من ساعتها بقى تم الصعود التاريخي للكره المصريه في الوقت دوت. 2008 في غانا طبعا كان برضو الفريق رايح بطموحات البطل طبعا، ولكن في نفس الوقت كان في تخوفات يعني انه احنا كسبنا 2006 بمجرد بس انك البطوله بتلعب في مصر ودعم بالزبط. الجماهير فصعب طبعا نكسب 2008 يعني. ده حقيقي، ورايح اول ماتش في غانا تلعب الكاميرون صح، فكان ماتش كبير جدا صح. اقوى منتخب في افريقيا وقتها هو كوت ديفوار يعني. الكاميرون كانت جامده جدا وكوت ديفوار كانت جامده جدا، وكاميرون كسبناها في اول ماتش ده بتهيالي 4 يعني 4-2 بتهيالي على ما اتذكر ولعبناهم تاني في الفاينل في نفس صح البطوله الهدف وكان انا اتذكر البطوله دي المشهور البطوله دي من ضمن الكواليس يعني. تعرف طبعا هذا المنتخب كان الحوافز عنده النفسيه عاليه جدا ولكن برضو انت في اداره الكوره لازم تحفز اللعيبه من الناحيه الماديه برضو طبعا يعني انت فاهم. فطبعا الكابتن في وقت من الاوقات في وسط البطوله عايز يحفز اللعيبه فقعد يدور على اي موارد يحفز بيها اللعيبه يعني وعايز يبعت عايز فلوس من عايز فلوس. فلوس عايز فلوس ادفع اللعيبه دي عشان تبقى مبسوطه والناس ده مبروك كويس. فساعتها كان في شركه راعيه بتطرع الاتحاد الشركه الراعيه دي عمل اجتماع معاهم على التليفون وتبعتوا لي كذا وقصاد ان انتوا تاخدوا بعض الكواليس لاحداث المنتخب
حته ما حدش كان ياخد باله منها ولكن جابت مبالغ كبيره. لو انا عايز موارد ماليه حالا في الوقت ده وهديك قدامها حاجات بس بالزبط. عايز دلوقتي مش عايز وخلاص لا هديك قصادها بالظبط انا بقولك عايز وهديك قصادها حاجه فقدر ان هو يجيب ساعتها وانا فاكر من ضمن الكواليس طبعا كابتن عصام الحضري وهو بيتفاوض دايما على المكافئات بتاعه البطوله طبعا لا حقيقي كانت اجواء حلوه قوي. انا كان حظي حلو ان انا رحت البطوله دي ان انا ما كنتش رايح بس يعني في شركه صديقه انا كنت بشتغل عندي وكاله ساعتها رياضيه برضه فشركه كانت منظمه رحله لجماهير قال لك حماده تعالى معانا عايز تعزم اي حد من اصدقائك مش عارف ايه لا اللي هيودينا غانا مش عارف ايه طب يلا طلعنا قلنا نتفرج على مباراه الكاميرون ونرجع كسبنا الكاميرون 4 كان حافز كبير جدا فقعدنا قلنا نكمل الدور الاول ونرجع يعني وارد ان انت تتغلب في اي مباراه يعني لحد ماتش السيمي فاينل كان مباراه كوت ديفوار كان ماتش كبير قوي ساعتها وكوت ديفوار كانت يعني دي دروجبا وفرقه في التوب فورم بتاعها وساعتها قلنا خلاص بقى يعني احنا وصلنا سيمي فاينل واحتمال كبير قوي ان احنا نخسر البطوله فحجزنا احنا كجماهير يعني رايحين نتفرج يعني حجزنا تذاكرنا بعد ماتش كوت ديفوار على طول. مش عايز اقول لك الفرحه بتاعت هذه المباراه كانت عامله ازاي. هايل المباراه دي احنا كسبناها بتهيألي 4 برضه 4-1 بتهيألي اول جون كان احمد فتحي واحده خبطت جون عمرو زكي جاب جول حلو وساعتها عمرو زكي وكانت مباراه حقيقي قويه جدا والبطوله دي ادت بقى ثقل كبير قوي للاتحاد الحقوق الرعايه بتاعت الاتحاد زادت بشكل مش طبيعي في الوقت دوت بيع التيشيرت الرسمي للاتحاد والزي الرسمي للاتحاد في الوقت ده انا فاكر كان العقد في 2005 بقيمه وفي 2008 2009 زاد بقيمه كبيره جدا زي ما بقول لك برضو الدوري المصري في الوقت ده كان دوري قوي جدا تلفزيونيا جماهيريا تقريبا كان كل المباريات تقريبا كنت تلاقي فيها يعني زخم كبير صحيح. وكان دوري كبير جدا صحيح الاحلى بقى في 2010 ايوه انا كنت عايز اجي على 2010 بقى عشان الحدث 2010 احنا كان رايحين بطوله 2010 وكان حظنا المنتخب ده كان حظ وحش بصراحه ان هو ما راحش كاس العالم مظبوط ورحنا 2010 كانت بعد كاس البلاي اوفس بتاعت كاس العالم ورايحين طبعا برضو يعني الروح المعنويه ما كانتش عاليه قوي صح احباط ويعني الفرقه حصل فيها بعض التغييرات العناصر وكده وكان في انجولا انجولا هذه البطوله وبصراحه المنتخب فاجئنا مفاجاه رهيبه جدا مظبوط كابتن طبعا كل هذه البطولات معاهم من المعسكر الاولاني لغايه نهايه البطوله المعسكر صح يمكن البطوله الوحيده بتاعه 98 بوركينا فاسو هو اللي كان موجود هنا في القاهره كان ساعتها بيقود الكابتن قدير كابتن محمود الجوهري طبعا وانا فاكر بقى كنت بتفرج معاه على الماتشات ساعتها يعني الانفعالات كان الانفعالات حاجه جامده وساعتها برضو 98 دي لو تفتكر كابتن حسام حسن كابتن حازم امام كان في فرقه كده عملنا ماتشات كوره كانت كبيره قوي يعني حازم امام حسام حسن عبد الستار صبري ياسر أيوة. الله محمد عماره وسمير كمون وهاني رمزي لا جيل عظيم جدا احنا لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا في ذكرى الكابتن الكبير كابتن سمير زاهر وضيفي في هذه الفقره الكابتن حماده زاهر نجل كابتن سمير زاهر مدير التسويق في الاتحاد المصري لكرة القدم هنسأله عن التسويق في الاتحاد الكورة المصري بعد هذا الفاصل في أسئلة بسيطة كده خليكم معنا. والله من الحلقات الممتعة جدا سيرة الكابتن سمير زاهر سيرة طيبة ورائعة دائما رحمة الله عليه لسه مشرفني ومنورني الكابتن حماد زاهر مدير التسويق في الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب ماذا عن
اتحاد الكرة المصري، ماذا عن المنتخبات تحديدا والقيمة التسويقية لمنتخباتنا الوطنية، المنتخب الأول تحديدا، فكرة انه ازاي الموارد بتخش الاتحاد المصري؟ وهسألك سؤال مباشر ممكن نمني عليه كل حاجة. الأيام اللي فاتت دي سمعنا عن أزمات مالية في الاتحاد المصري لكرة القدم، وسألت هنا حتى قلت هو ازاي اتحاد الكرة المصري عنده أزمات مالية؟ ليه الأزمات المالية موجودة وازاي كمان كتسويق تقدر تحل هذا الأمر؟ طبعا ماشي وسع عامل حسابي لا وسع بس هقول لك يعني يا ممكن تيجي تقول لي دي مش بتاعتي ودي بتاعتي ما انا هقول لك حاجه يعني. برضو يعني انا بصراحه يعني بشفق على جميع من تولوا الاتحاد في اخر اربع سنين ان 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 اخر اربع سنين عندك اربع مجالس ادارات صح ف او يعني مجلس اداره في لجنتين معينتين مفهوم في يعني في اربع مجموعات مختلفين بيديروا يعني كل واحد بيجي نفسه يعمل اقوى حاجه صح في الفتره اللي هو قاعد فيها ولكن الفترات قصيره قوي كره القدم مش هي دي فكرتها انت لازم تعمل بلاننج 10 سنين هايل 15 سنه 20 هيل. سنه هيل. منتخب دلوقتي تفكر في منتخب مواليد 2009 هيعملوا ايه عشان الاولمبياد بتاعه اللي هي مش اللي جايه اللي ولا اللي بعدها اللي بعدها صح. يعني الطبيعي ان يبقى في لونج تيرم بلاننج في الكوره للاسف ال اتحاد الكوره من زي ما انا قلت لحضرتك في الاول بقى يعني ماشي بنظام التمويل الذاتي من تقريبا 2005 ذاتيا طبعا المصاريف متغيره كل مجلس بيجي انا ممكن ادير بيتي غيرك صح يعني انا ممكن اجي اصرف 10 جنيه في الشهر وانت تيجي تصرف 15 او 30 صح فكل واحد بيدير بطريقه مختلفه فطبعا ده عمل تربلنس في الميزانيه بتاعت اتحاد الكوره في اخر اربع سنين ولكن انا يعني ما عنديش شك ان اتحاد الكوره برودكت قوي جدا يقدر يجيب فلوس دايما موارد كتيره موجوده نقدر ان احنا نشتغل عليها تعرف اي نادي في العالم موارده الرئيسيه خمس حاجات الماتش داي اكسبيرينس اللي هي التذاكر المباراه طبعا والهوسبيتاليتي والتيكتنج بتاع المباراه نفسه عندك السبونسر شيب عندك الرعايه يعني طبعا. عندك ال ال البث الفضائي البرودكاست والمرشندايز اللي هي منتجات اللي تقدر تبيعها للجمهور بتعمل لك موارد او فلوس و خامس حاجه ايه لا انت هتقول لي انت هتقول لي مش شاطر فيها قوي انا اجي عند الفلوس واستخبى الترانسفير ماركت او اللي هو بيع اللاعبين او الترانسفيرز اتحاد الكوره بيختلف شويه عن الانديه الرعايه في اتحاد الكوره بتدي قيمه مميزه قيمه كويسه انت عندك في اتحاد الكوره من ضمن الموارد بتاعته برضو الانتقالات بتاعه اللاعبين بتدخل طبعاً فلوس طبعاً كويسه من ضمن العقود فاتحاد الكوره دايما قادر ان هو يوفر نفقات جزء كبير من نفقاته ولكن النفقات دي قد ايه يعني انت بتزيد طبعاً او تقل انت طبعا الزياده وخلي بالك انت ما بتصرف بالدولار الدولار قيمته عاليه دلوقتي فبتعمل خاصة انت عندك مرتبات كمان وتفاصيل كتير طيب انا للاسف عشان الوقت بيجري مني جدا للاسف يعني الحوار ممتع وانت كان نفسك نقعد نتكلم على الكابتن سمير أيوه. وانا بصراحه كان نفسي اتكلم على الكابتن سمير فهو اللي خد الوقت رحمه الله عليه الذكرى الطيبه محمد صلاح بهذه القيمه العالميه الكبيره تاثيره على القيمه التسويقيه لمنتخب مصر واتحاد الكره يعني انت راجل مدير تسويق في الاتحاد المصري لكره القدم عندك واحد زي محمد صلاح ده تمنه فلوس اسمه فلوس بالتاكيد يعني ده مفيد فعلا لمنتخبنا الوطني او القيمه التسويقيه لمنتخبنا الوطني انا بهنئه اول على الانجاز التاريخي طبعًا. اللي عمله امبارح
طب. هو بصراحة بيضرب أرقام قياسية دايما ومشرفنا يعني. هو أنا دايما بقول في آخر 10 سنين هو من الإنجازات الرئيسية في الكرة المصرية هو محمد صلاح 100% بصراحة يعني. حلو طبعا. محمد صلاح طبعا وجوده في المنتخب قيمة كبيرة جدا ولكن زي ما بقول لك برضو الأربع سنين اللي فاتوا تغيير المجالس وتغيير القرارات مش قادرين إن احنا نعمل مع صلاح حاجة نعلي بيها القيمة التسويقية بتاعتنا كاتحاد كرة. مش قادرين نستفيد من قيمة محمد صلاح في قيمة التسويقية للأسف للأسف طبعا. انت عارف من كم سنة حصل شرخ شوية في العلاقة مع محمد صلاح في الحتة بتاعت التسويق وكده نظرا لموقف معين ولكن الحمد لله قدرنا نتدرج ده من ساعتها والعلاقة طيبة جدا معاه وبس بنحاول ان احنا يعني ما نخشش معاه في الحته الكوميرشال يعني الحته الكوميرشال برضو ايه فيها قلائل شويه ولكن احنا طبعا بنتشرف ان عندنا لعيب مصري من احسن لعيبه في العالم قيمه كبيره جدا كابتن منتخب مصر وهو حقيقي من ساعه ما بقى كابتن منتخب مصر الكاركتر بتاعه اختلف يعني بشكل واضح بقى كابتن كابتن فعلا يعني ودايما تشوف في المعسكر هو يعني هو القائد حقيقي صحيح. فطبعا نتمنى ان احنا نستفد بمحمد صلاح كقيمه عالميه كبيره جدا. احنا عقود الرعايه بتاعتنا يمكن بتختلف شويه عن العقود الرعايه بتاعته وده اللي مخلي الحته دي لسه مش قادرين ان احنا نتلاقى فيها. هل فعلا في شركه ملابس جديده اخرى بصدد الاتحاد المصري لكره القدم التعاقد معها؟ والله طبعا انت عارف ان انا مش جاي اتكلم في اتحاد الكوره هنا بس لا بس ما عشان ده بس اخر حاجه وهختم بيها ده كتير منشور في الاعلام وفرصه وانت موجود توضح والله حقيقي لا الاتحاد الحالي عمل مجهود كبير جدا في الحته ديت بنسبة كبيرة جدا هيتم التجديد مع الشركة الحالية اللي موجودة الشركة الحالية ولكن بقيمة أكبر بكتير من اللي كانت موجودة. هايل شوف ده آخر سؤال وسهل تمام دي الحاجة الوحيدة. تشرفت ونورت حبيبي حقيقي والله فعلا تشرفت ونورت وأتمنى إن احنا نلتقي تاني إن شاء الله قريبا بإذن الله. ده كان لقاءنا مع الكابتن حمادة زاهر مدير التسويق في الاتحاد المصري لكرة القدم في ذكرى رحيل الكابتن الكبير سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم. نشوفكم يا رب.